بطبيعة الحال نعيش في زمن تتزاحم فيه التيارات وتتلاحق فيه المستجدات، وفي الأعوام الأخيرة ظهرت لدينا موضة تتلبس العناية بالروح، ويتصل بعضها بالطاقة ويتصل بعضها الآخر باليوغا وفوائدها، وكل هذه الدعوات تصب في نمط جديد سماه محاضرنا المميز الروحانية الباطنية، وهو تحد لا يقل خطورة وأهمية عن التحديات الأخرى المعاصرة التي تواجه الدعاة وتواجه المسلمين بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه المحاضرة. كمقدمة في البداية، تقريبا يعني في خلينا نقول ببداية هذه الألفية أو هذا القرن الميلادي، بدأت هي الظاهرة الجديدة اللي احنا ما زلنا حتى الآن نعيش الكثير من تداعياتها، واللي الحمد لله بدأ مؤخرا الناس ينفضوا عنها لكنها ما زالت موجودة. هي ظاهرة التنمية البشرية ومهارات الطاقة وعلوم الطاقة إذا سميت علوم وإلى آخره. أنا كنت في تلك الفترة لما بدأت هذه الموجة تنتشر في العالم العربي، كنت ما زلت أدرس العقيدة في معهد شرعي، معهد إسلامي، يفترض أني طالب علم شرعي وعقدي وديني، يفترض أني أكثر الناس معرفة بالعقيدة وبمقارنات الأديان وبالإشكالات العقائدية وإلى آخره. مع ذلك التعليم الديني كان ربما حتى الآن، يعني طبعا الآن أكيد أفضل، لكن ما زلت أرى فيه كثير من القصور، كان شبه غائب عن هذه البدع والخرافات، وما كان مواكب لما يحدث. فأنا كنت مهتم جدا بالتنمية البشرية، حضرت فيها دورات، وصلت إلى يعني عملت على الأقل دورة واحدة أو أكثر، يعني دورة واحدة رسمية، والباقي كان محاضرات أحضرها في البرمجة اللغوية العصبية NLP، وكنت مهتم أني أصير مدرب وإلى آخره. أذكر مثلا في تلك الفترة قدمت، كنت أترجم بعض المقالات وأنشرها، فبدأت الناس تعجب بما أقدم. شوي شوي صرت شايف حالي أنه ممكن يعني أفيد الناس، وربما حتى يعني شهوة التصدر لعبت دورا، فبدأت أقدم على الأقل ما سميتها دورة في البداية، أو ما أعرف سميتها ورشة عمل أو كذا. وجدت الإقبال على أحد المنتديات في تلك الفترة كان كبيرا، هذا شجعني حتى وصلت لمرحلة صارت الناس تعتقد أني مدرب، خصوصا كنت أقرأ في علم النفس وأحب أن أكتب فيه، وهذا ليس اختصاصي أطلق يعني إطلاقا، ولا حتى عملت فيه دورات ولا شيء. بالتدريج صرت أشوف الناس كيف تستشيرني، مع أنه الموضوع هذا كله أخذ على بعضه بضعة أشهر فقط. حتى انتبهت لاحقا أن هذه قد تكون مجرد خدعة، أنا تقريبا كنت أخدع نفسي، هذا ليس مجالي وليس اختصاصي، وللأسف الكثير من الناس مجرد أنه شافوني أقدم شيء هم اعتقدوه مفيد، يعني فيه شيء من العلاجات وشيء من تطوير النفس وكذا، فاعتقدوا أني دكتور وصاروا يسألوني على استشارات ربما حتى تكون علاجية. هنا توقفت وكان الموضوع لازم يعني نبدأ بمراجعة النفس ونشوف احنا وين رايحين. للأسف طبعا أقول الحمد لله أني ما مضيت في هذا الطريق إلى آخره ولا حتى إلى منتصفه، وتوقفت وفهمت اللعبة بعدين كيف تطورت للأسف عند الكثير من الناس، لكن في آخرين طبعا الحمد لله الذي هداني، في آخرين لم يهديهم الله واستمروا في هذه اللعبة وصدقوا أنفسهم، هم ما لهم علاقة لا بعلم النفس ولا بالطب النفسي ولا بعلم التربية ولا درسوا شيء من هذا كله، أو حتى لو درسوا فهم غير مؤهلين لمعالجة المرضى في هذا. وبعضهم صار يبتكر فنون ويسمي نفسه مؤسس علم كذا وكذا كما سنرى لاحقا. هذه مقدمة الآن لما سأتحدث عنه إن شاء الله في هذه المحاضرة. كبداية، إذا أنتم اللوحة الآن عندكم واضح، إحنا في عنا موقع السبيل الذي الأستاذ تحدث عنه قبل قليل، أسسناه قبل بضع سنوات. أنا مش عم بعمله دعاية لكن هو يلخص كثير من الأشياء التي سأشرحها لكم الآن، فيعني اللي عايز يختصر اكثر او يدخل في التفاصيل، ولو مش هنتعمق اكثر كمتخصصين، لكن اللي عايز تفاصيل عما سنتحدث عنه، لو دخلتوا على موقع السبيل السبيل.net هتلاقوا في شيء اسمه الموسوعه. داخل الموسوعه احنا عاملين عده اديان وتيارات وكذا. لو دخلتوا على، قبل ما ندخل على الباطنيه الجديده، في عنا طبعا في اشياء كثيره مش هندخل فيها تفاصيل الان، لكن في شيء عن الغنوصيه، هي لازم اللي عايز يفوت في الموضوع يفهم عنها اكثر. بعدين ممكن يدخل على الباطنيه الجديده ويقرأ عن حركة العصر الجديد. خلينا نحكي عن الغنوصية بما نحكي عن العصر الجديد واليوغا، لأنه لو دخلت عليه حتفوت على مقالات ثانية. الغنوصية كتيار أو كمذهب يعني حتى الآن في خلاف شديد على ما هي ما معناها. الأصل حتى عندنا على فكرة في موقع في نفس الموسوعة عندنا مقال عن مصادر المعرفة، كمان هذا ممكن يعني تدخلوا فيه وتؤسسوا لفكرة فهم تنوع مصادر المعرفة بكل شيء، يعني من كل أنواع المعارف، في عنا العقل والحس والإجماع والكشف والعرفان والآخرين. الذين يؤمنون طبعا في ناس يعني تعصبوا
مصدر واحد من هذه المصادر، وأنشأوا منه تيارات ومذاهب فلسفية كاملة. مذهب الكشف أو العرفان أو التصوف قائم على مصدر واحد، أو يعني هو يفضله على غيره من المصادر، هو الكشف أو الحدس أو العرفان أو الإشراق. وهذا ما تهتم به الغنوصي. كلمة الغنوصية مأخوذة من الجنوستيزم، اللي هي يعني الإشراق أو الحدس أو الفهم الباطني للأشياء التي قد تأتي من الخارج. هم يعتقدون أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يتعلم بالكتب، ولا أن يأخذ عن شيخ أو معلم أو إلى آخره، إلا الأساسيات فقط. بعدما يقطع مرحلة ما ويصل إلى مرحلة الوعي، وكلمة الوعي حتجدوها مكررة كثيرا في هذه التيارات، عندها يكون مؤهلا لاستقبال المعرفة الجاهزة. هم يعتبرون أنفسهم أنهم أعلى مرتبة منا نحن مما يتعلم من الكتب وغيرها. هم لا، عندهم مصادر تختصر عليهم الطريق، هم يقطعوا أشواط ومراحل كثيرة عبر الوصول إلى المصدر الأساسي، وهو حسب دينه وقناعاته يختلف. الذي يؤمن بالله مثلا المتصوفين من المسلمين، وأيضا الغنوصيين من المسيحيين واليهود اللي هم قبالة وغيرها، في كل دين هناك مذهب تصوفي عرفاني. هؤلاء يذهبون كما يعتقدون إلى الله، إلى المصدر الأساسي، وهو الذي يشرق عليهم بالمعرفة، إما عن طريق الزهد، عن طريق التقشف، طرق كثيرة وكلها تجتمع غالبا طبعا مع الذكر إلى آخره، والتوجه والتقنية وإلى آخره. في المقابل هناك الغنوصية الباطنية الشيطانية، وهذا تيار أنا أعتقد كما قلت هو يعني حتى الآن في خلاف على أصوله. أنا أعتقد أنه يعود إلى أصل البشرية. طبعا احنا ما عندنا في التاريخ ما يمتد الا ما هو اكثر من 7000 سنه تقريبا، بدايه التاريخ والتدوين، كل ما قبل ذلك روايات شفويه ويعني تخمينات لما نراه من الرسوم على جدران الكهوف والى اخره. اما نحن كمسلمين ولدينا الوحي، فلدينا اجزاء بسيطه من مصادر الروايات التي تحدثنا عما كان سابقا، فنعرف ان اول انحراف للوحي، اول انحراف للبشريه عن مسار الوحي الذي بدا مع ادم مع الانبياء الذين جاءوا بعده، كان على يد ابليس في حديث صحيح لما جاء إليهم وعلمهم كيف يصنعون التماثيل الأولى. وهنا بدأت الوثنية، كانت تقديس لأجدادهم وأبائهم، ثم انحرفوا تدريجيا حتى عبدوا كائنات مختلفة. الباطنية والغنوصية في النصوص المكتوبة الآن، والتي يعتقد الغنوصيون الباطنيون أنها مؤكدة حسب اعتقاداتهم، أقدمها هو النصوص الهرمسية التي تنسب إلى شخص يسمى هرمس مثلث العظمة. وهو على الأغلب لو قابلنا في النصوص قد يكون هو نفسه إدريس عليه السلام بعدما حرفوا دينه. إدريس كما نعرف من أوائل الأنبياء، يعني من أوائل البشر، يعني الله أعلم كم يعود إلى ربما مئات آلاف السنين. فهم نسبوا إليه هذه المعرفة الباطنية، والتي تداخلت فيها الكثير من الأساطير في كثير من النصوص، اللوح الزمردية وأشياء كثيرة، ليس هذا موضوعنا الآن. خلاصة وزبدة هذه المعرفة عندهم كما يسمونها هي أن تحصل على المعرفة بالإشراق، بالتأمل، بطرق مختلفة كما قلنا، ثم تأتي إليك المعرفة. ما هي هذه المعرفة؟ طبعا أشياء كثيرة، لكن الأهم فيها لدينا هنا الآن هو الأجوبة على الأسئلة الوجودية. من أنا؟ من هذا العالم؟ من أين أتينا؟ من أين أتى هذا الكون؟ إلى أين سنذهب؟ الأسئلة الوجودية اللي احنا عارفين، نحن في الإسلام عارفين إيش هي الأسئلة الوجودية، كيف خلقنا، من هو الخالق، قصة آدم وصراعه مع إبليس، كيف نزلوا من الجنة، وقصة التكليف على هذه الأرض، وكيف سنعود بعد الموت. هذه أساسيات ما في عليها خلاف بين كل المذاهب الإسلامية كما يفترض طبعا. هم عندهم قصة مختلفة تماما. أيضا حتى لا أطيل، تقريبا هناك عدة قصص، لكن القصة الأساسية في الغنوصية وحدة الوجود من المبادئ الأساسية. ما هي؟ الوجود كله عبارة عن وحدة واحدة منبثقة عن بعضها، ولكن مختلفة ببعض التشكلات. فالخالق نفسه هو نفسه الكون، ونحن أيضا الخالق، كله على بعضه هو شيء واحد. كيف؟ طبعا هنا تدخل بفلسفات معقدة، في النهاية عبارة عن شيء واحد، هو تختلف تذبذباته، تمظهراته، تشكلاته، مرة يكون أو مرة يخرج منه ما نحن عليه البشر، يخرج عنه حيوانات، يخرج عنه كواكب إلى آخره. ما عندهم شيء اسمه خالق، ما في شيء اسمه إله يعبدونه. وهذه على فكرة عقيدة البوذية والهندوسية، الهندوسية هي الأصل وانبثقت عنها البوذية. في أديان فارسية وأديان شرقية كثيرة تقول بنفس الكلام، وتأثرت بها بعض المذاهب الباطنية الإسلامية على رأسها الإسماعيلية، وخرجت منها الموحدون الدروز والنصيرية اللي صار اسمهم الآن علويون. هؤلاء يؤمنون بشيء من هذا. تشكلت بشكل أوضح هذه الفلسفة على يد ما يسمى أفلاطين، أحد فلاسفة الإسكندرية، اللي هو طور الفلسفة الأفلاطونية وفكر. طبعا هو لا يعني
لم يأتي من عنده، ولكن هو طور هذه الفكرة باعتبار أن هناك انبثاقات لكينونات زي آلهات يعني من إله متطور أو ينبثق واحد عن واحد. المسلمون زي ابن سينا وغيرهم يعني اعتبروا عقل أول عقل ثاني عقل عاشر إلى آخره. الفكرة هي نفسها وحدة وجود، ما في خالق مريد كما نعرفه نحن بصفاته الصفات المعروفة لله جل وعلا. وعلى فكرة لا أتهم ابن سينا بكل هذا الكلام، هذا موضوع له تفصيل، ولا حتى الفارابي ولا غيره، وطبعا رد عليهم الغزالي في تهافت الفلاسفة، فليس هذا موضوعنا الآن. فالشاهد الآن عندهم الإله ليس مريدا وخالقا بالمعنى الذي نفهمه، إنما هو شيء غامض. ما هذا تحديدا تجدوه بالكتب الهندوسية والبوذية، شيء ما له معنى ما له أي صفات محددة، انبثق عنه الكون عبر سلسلة انبثاقات متطورة باختصار. ونحن كبشر جزء من هذا، فنحن يعني إيش النتيجة اللي نطلع فيها من هذا الكلام؟ نحن كبشر فينا شيء إلهي، نحن والإله والكون شيء واحد. في شيء آخر اسمه الحلولية، البعض ربما يخلط بينهما. الحلولية لا تؤمن بأن هناك إله مستقل منفصل بمعاني مختلفة، ولكن هذا الإله قد يحل في أنا إذا وصلت عبر التصوف إلى درجة عالية من الارتقاء عبر مقامات إلى مرحلة الفناء ثم الاندماج وحلول هذا الإله فيه. يتهم الكثير من الفلاسفة المتصوفة اللي هم غلاة التصوف الفلسفي في العالم الإسلامي في تاريخنا بشيء من هذا، محي الدين بن عربي والحلاج وغيره. وتحقيق هذه المسألة ليس موضوعنا، البعض يبرئهم والبعض يتهمهم، هذا موضوع آخر. لكن هذه الحلولية وجدت في الأديان التي تؤمن بوجودها. أنتقل من هذه، طبعا الهندوسية والبوذية اللي عايز يفهمها أكثر موجودة بمقال طويل جدا في موسوعة الشيطان. بعض الغنوصيين الشيطان ضحك عليهم وأقنعهم بفكرة أن هناك ثنائية في الألوهية، يعني هي ما عادت قضية وحدة وجود حلولية فقط، وإنما هناك صراع بين كينونتين، وهناك فعلا إله خالق، وهناك أيضا إله آخر تمرد عليه، وهذا له تشكلات أخرى يعني مختلفة باختلاف المذاهب والتيارات، ممكن نتحدث عنه إن شاء الله. وفي النهاية في صراع بين هذين الإلهين. لما ظهرت بعدين تشكلات كما قلنا لاحقا، منها مثلا على في التوراة ذكر على اسم لوسيفر اللي هو الشيطان. وعلى فكرة اليهودية والمسيحية لا تؤمن بوجود ملائكة، عفوا ما تؤمن بوجود كائنات اسمها الجن، وإنما عندهم ملائكة ساقط. فكل الشياطين اللي هم الديمونز بالإنجليزية، كل الشياطين اللي احنا بنعرفهم اللي هم يؤمنون بوجودهم هم عبارة عن ملائكة، كائنات نورانية كانت ملائكة عادية ثم عصت ربها وتمردت فسميت بالملائكة الساقطة، وعلى رأسهم إبليس طبعا أو لوسيفر، فنزل مع آدم وبقية القصة نتفق معهم أو يتفقونهم معنا فيها. لكن هم حرفوا هذا التحريف العجيب، وبعضهم الذين شقوا أو الغنوصيين من هذه الأديان عبدوا هذه الملائكة الساقطة أو أعطوها درجة التأله. هذا أمر ممكن نتحدث عنه لاحق. ما حدث بعد ذلك؟ طيب قبل ما نحكي عن العصر الجديد أو التطورات التي حدثت، خلينا نشوف مقطع سريع. ما بعرف إذا الصورة حتطلع معكم واضحة، أنا بس أشوف إذا حدا بعت لي رسالة أمور تمام. طيب إحنا تحدثنا عن الغنوصية، حورجيكم الآن مقطع لشاب مسيحي كان مؤمن بحركة العصر الجديد، حنحكي بعدين عن هذا المعنى. شوفوا هذا المقطع، حاول أقرب لكم الصوت عشان تسمعوا كلامه. Spiritual Satanism. The ideas and themes of the New Age are the exact same ideas taught in Spiritual Satanism, and that should be concerning to some of us. And these are the same ideas that were taught by Helena Blavatsky and Aleister Crowley, advocated along a satanic philosophy, and are the very ideas that Anton LaVey accused the New Age of stealing from the devil. Now, somebody might say, okay, maybe some famous occultist from the past had some ties to Luciferian philosophy or something, but we don't see that going on today anymore. The New Age has completely disconnected from any kind of ties to Luciferian or satanic philosophy, and they have nothing in common anymore. Well, take a look at this. Mars looked very much like Earth a little less than a million years ago. It was beautiful. It had oceans and water. عشان ما تضيعوا، هو بالبداية عم يحكي لك كيف تطورت حركة العصر الجديد وكيف هي انبثقت عن عبادة الشيطان. فكان يؤصل لعبدة الشيطان لعبدوا الشيطان رسميا بشكل علني. هيلينا بلافاتسكي ممكن نحكي عنها بعد شوي، أليستر كراولي من أشهر سحرة وعبدة الشيطان في بريطانيا في العصر الحديث، طبعا أيضا توفى. وحكى عن عدة أسماء، أنتوان لافي مؤسس كنيسة الشيطان الفرنسي. الآن بحكي لك، الآن جاب مقطع من قناة مشهورة على اليوتيوب أمريكية اسمها Spirit Science. هو نفسه هذا الشاب هو كان يكتب في نفس الموقع،
الآن عم أرجيك كيف هم يؤمنون بالشيطان وكيف عقيدتهم في لوسيفر أو إبليس. In trees that were just fantastic, but something happened to them, and it has to do with something called the Lucifer experiment. From the very beginning of creation, everything is simply an experiment. Creation itself was just consciousness creating and inhabiting itself in that creation. There is no divine plan. Spirit can do whatever it wants. Having said that, if spirit decides to cut itself off from the rest of consciousness, مش هنطول أكثر. هذا الكلام هم بيطرحوه بشكل بريء جدا. إنه إبليس إحنا خدعنا أو إحنا ظلمناه لما اعتبرناه هو مصدر الشر، وإنما هو طبعا هذا لا يؤمن بإبليس بالطريقة المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية. هذا طبعا يعني خارج كل الأديان. هو يؤمن بأنه مصدر من مصادر الوعي وشيء من وشكل من تشكلات الروح، وهو يمثل التمرد. إلى آخر هذا الكلام. لعايز يبحث عن هذا المقطع، هو مترجم على قناة اسمها الطاقة الكونية. طيب أنتقل معكم الآن إلى فيلم وثائقي عرض على قناة دي دبليو مؤخرا قبل شهر تقريبا. مش عارف إذا بيطلع معكم الصورة، أنا ما أظن أن الصورة واضحة 100%، لكن على الأقل لو سمعت الصوت فهو جيد. الجورو الجدد، الجورو هو المعلم باللغة الهندوسية أو الهندية، البحث عن التنوير، الجورو الجدد في أمريكا. الفيلم بس عمره شهر تقريبا. شوفوا الآن لما تحكي لك أنا طبعا مسرع الصوت شوي، مش عايز أعلي صوت شوي. هنا يستعرضون لنا مهرجان سنوي لكن ربما في كورونا تعطل، يحدث مكان يعتقد أنه تنزل فيه الكائنات الفضائية في صحراء نيفادا في أمريكا. فكل سنة بيعملوا هذا التجمع، كل من يؤمن بالكائنات الفضائية يأتي إليه. أول شيء سيخطر لك إيش علاقة الكائنات الفضائية؟ لما تسمع وتشوف كلهم يؤمنون بكائنات فضائية لها علاقة بحركة العصر الجديد وبالروحانيات. هذه الفتاة مثلا لديها قناة، وهي الآن تعرض عليهم فكرة أنه تعالوا نتأمل بالكريستالات، نضع كريستالات على الجبهة ونتأمل حتى نتواصل مع هذه الكائنات الفضائية. الكائنات الفضائية هذه إيش تعطينا؟ تعطينا وعي جديد، باختصار بعبارة أخرى يعني تعطينا أجوبة على الأسئلة الوجودية. طيب أنا الآن سأستعرض معكم مهرجان آخر يحدث في إحدى الغابات في أمريكا كل سنة أيضا، هذا على مستوى أعلى بكثير وخاص بحركة العصر الجديد. هم يعلنون أنه اختصاصهم هو التواصل مع الكائنات الروحانية. طبعا هم ما بيقولوا كلمة شياطين إطلاقا. حأمشي على طول إلى، شوفوا الآن هذا المنظر، ما أعرف إذا الصورة واضحة. هذا في المهرجان السنوي اللي يصير. شوفوا كيف يعني هذول الناس لما واحد يعني هو أصلا العالم الغربي الشباب لما فرغ المجتمع عن طريق مناهج التعليم العلمانية، فرغ من أي عقيدة تحديدا المسيحية كبداية، خلاص صار إنسان فاضي تماما. فأنتوا لو شفتوا هالفيلم بتشوف أنه واحد منهم فقط أنه من عبارة عن كان هو فارغ لا يؤمن بأي شيء، كان بيتفرج على فيلم، هذا الفيلم أعطاه لحظة من التنوير فخرج منها وبدأ يؤمن، بعدين صار مختص بعرض خرافات حركة العصر الجديد وصار قائد ومعلم ومستنير وإلى آخره. بعضهم هكذا بهالطريقة. شوفوا الآن هذا واحد من اللي قاعد يعني يعتبر نفسه مدرب، فتح خيمة في هذا المهرجان وكل واحد بيعرض مهاراته. بفوتوا الناس زي القطيع، بيدخلوا إيش عندك أنت، حط الطبل وقعد يعزف عليه، يعطي إيقاعات ويقولهم يعطيهم أوامر. لاحظوا كيف كله ينساق تماما بدون تفكير، قالهم تصرفوا كالحيوانات. شوف أصدروا أصواتا، قالهم تصرفوا كالحيوانات حتى تعودوا إلى فطرتكم، إلى أصلكم، هو الأصل الحيواني. كلهم بدأوا يعني يمارسوا الأصل الحيواني تبعهم بدون ما حدا يفكر أو يشوف أنا وين رايح أو أنا ليش بتصرف كحيوان. تخيلوا الآن، طبعا في تفاصيل أخرى، تخيلوا أنه هذا يعتبر مرحلة من مراحل التنوير وإعتاق الروح. طيب أنا حقفز الآن إلى مشهد آخر. الآن حنقفز على واحد يسمي نفسه شامان، هو هذا اللي الأسود أمريكي على ما أظن، متزوج ابنة ملك النرويج، أميرة النرويج، هي نفسها مؤسسة مدرسة للتواصل مع الملائكة. يعني شوفوا حركة العصر الجديد إلى أين وصلت. وبقول لك بعضهم خرافات، هي مش خرافات، هؤلاء مؤمنون بأشياء يرونها ويتفاعلون معها، هؤلاء شياطين. هذا نفسه يسمي نفسه شامان. إيش الشامان؟ الشامان في التاريخ هو أصل السحر. قبل أن يظهر في التاريخ مسمى السحرة، الشامان هو عبارة عن كائن، عبارة عن قائد ديني في القبائل، في المجتمعات التي تسمى بدائية، الذي يتواصل مع الأرواح، هو اللي بيعالج، هو اللي يعني يكون حكيم القبيلة وإلى آخره، هو بيعمل الرقصات والمعروفة وبيشعل النيران ويدور حول النار وكذا حتى يتواصل مع أرواح ويستقبل منها بعض المعلومات ويطلب منها شفاء أو
أو نصر على الأعداء إلى آخره. هذا معنى الشامان. الآن في هوليود هذا الشخص يعني صار عنده ملايين من كونه شامان يقدم معرفة روحية للنجمات السينما، وزوجته هي أميرة النرويج. أنا مش عايز أطول ومش حادر أفرجيكم أشياء عنه لأنه في مشاهد لا تليق بجلسة دينية. هو نفسه بعدين بيمارس جلسة مش عارف شو بسميها تشانلينج أو مش عارف جلسة علاج لإحدى عارضات الأزياء. هي بتقول له أنه أنا مارست وجربت كل الطرق والعلاج الطبيعي والطبي كله هذا ما نجح، ما زال عندها اكتئاب ومش عارف إيش. لقطة مهمة جدا، بيجلس معها ويبدأ يتحدث مع كائنات. هي نقطة مهمة جدا جدا، افعلوا كذا وافعلوا كذا، هذا بتشوفوه بالفيلم لو عايزين تشوفوه. واضح تماما أنه يتكلم مع كائنات، وبيقول أنا بتكلم مع الأرواح أو مع الأسياد أو مع الماسترز. هم بيفسروها أنها عبارة عن أرواح معلمين الحكماء اللي هم الهندوس والبوذيين والقدماء اللي ماتوا من ألف سنة، هم يأتون إلينا الآن ويعني يعطونا الحكمة ويعطونا العلاج وإلى آخره. هم في النهاية عبارة عن شياطين. نحن كمؤمنين وكمسلمين نعرف أن روح الإنسان لا تعود أبدا، روح الإنسان إذا خرجت فلا تعود. هم يؤمنون بتناسخ الأرواح، هي من أهم عقائد الغنوصية، نسيت أحكيها لكم، أهم فكرة من أفكار الهندوسية والبوذية. وأيضا يؤمنون بأن الروح حتى لو ما عادت إلى جسد آخر، إيش يعني تناسخ الأرواح؟ يعني إذا روحك خرجت عند الموت أطال الله أعماركم، فهي تعود حسب عملك أنت في الدنيا تعود إلى جسم آخر، وهي نفسها أصلا تكون قد عاشت في مكان آخر وفي زمن آخر. يعني روحي هذه الآن التي تعيش في 2021 هي نفسها كانت تعيش مئات المرات في دورات مختلفة، وستستمر إلى أبد الآبدين الله أعلم. وكلما أنا كنت جيدا فسترتقي وستعود في إطار أفضل وفي جسد أفضل، وإذا كنت سيئا ستعود إلى جسم حيوان أو إلى آخره. وبعضهم لا يعود إلى أجسام، وإنما يظل يحلق ويزور الكائنات الحية الأخرى ويعطي لها المعرفة إلى آخر التفاصيل. طبعا هذا كله يتعارض مع الإسلام يعني جملة وتفصيل. الآن شوفوا يعني هي صورة هذا الشخص مع نجوم هوليوود، هذه إحدى النجمات اللي حائزة على الأوسكار. طيب مش هذا اللي حنطول فيه الآن، لكن هذا بيورجيكم الآن إلى أي مدى هوليوود اللي مفترض أنها تكون قلعة من قلع العلمانية والليبرالية هي نفسها تؤمن بهذه الأفكار، ونجوم هوليوود مؤمنون بهذا ويمارسون. وعلى فكرة بعض رؤساء أمريكا بشكل علني زي زوجة ريغان كان لديها مستشار روحي وكان يعالجها ويتنبأ لها. طيب في أشياء أخرى الآن مش عايز أطول، بس كمان ممكن هيك على السريع، في شخص كمان اسمه جيمس آرثر كان مدرب تنمية بشرية، ماتوا على يديه بسبب تخريفاته وبسبب خروجه عن النص وبسبب أنه كان يقدم نفسه كمعالج. ماتوا في إحدى العلاجات عنده شخصين، سجن سنتين. بعد ما خرج قدم نفسه مرة أخرى، مش عارف إذا الصورة واضحة، شوفوا الآن كيف عم يقدم نفسه. يعني شوفوا الهبل عند أتباع هؤلاء، انتظروا سنتين بعد ما ماتوا ناس على يده وخرج من السجن وبدأ يقدم نفسه مرة أخرى على أنه عائد من المعركة وعائد ل يعني كالعنقاء التي تخرج من الرماد حتى يتعلموا على يديه كيف يعودوا بعد الفشل وينجحون. المهزلة أنه أخذ منهم أموال لا تحصى، وفي نفس المهرجان هذه أول حفلة له بعد خروجه اللي هي عبارة عن مؤتمر أو محاضرة. على فكرة في تنتين محجبات، هذه محاضرة في أمريكا، في سيدتين محجبتين في نفس المحاضرة. بيعطيهم الآن عرض أنه هو هيعطيهم دورة لاحقة بكذا ألف دولار، والله نسيت الرقم، بيعطيهم إياها بطريقة تعرفين مهاراتهم في البيع، أنه يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرار بسرعة، افعل الآن، اشتري الآن، سأعطيك عرض بدل ما يكون 40,000 دولار حتشتريه بعد 10,000 دولار. في هالجلسة الواحدة فقط اللي هي أول جلسة له بعد خروجه من السجن جمع يمكن 200,000 دولار، يعني على الأقل استطاع أن يقف على قدميه مرة أخرى. طيب حتى لا نطيل ندخل الآن في التفاصيل. ننتقل الآن إلى اليوغا. للأسف الكثير من المسلمين ومن الأديان الأخرى حتى الآن عندهم هذا الغبش في اليوغا. بعضهم يعتقد عبارة عن تأملات وتنظيف للأفكار والوعي واللاوعي وتأمل، وإحنا كل عارفين لو تأملت أنت في أي شيء الآن لو غمضت عينك وبدأت تفكر بشيء إيجابي طبعا ستحصل على نتائج إيجابية. هل يفهمون أن اليوغا هي جلسات اليوغا وحركاتها ووضعياتها هي عبارة عن نفس الحركات التي تمارس في العبادة الهندوسية، هي تماثل السجود والركوع والجلوس في صلاة المسلمين. والتانترا الترانيم التي يمارسها اليوغي ممارس اليوغا هي نفسها النصوص الهندوسية والبوذية.
هذا أنا رأيته بنفسي في معابدهم لما ذهبت إلى تايلاند وماليزيا في معابد الهندوس، نفس الكلام ونفس الأشكال ونفس الوضعيات. في أحد طبعاً اليوغا أشكال وألوان، في أحد أنواعها كوندالين، هذه عبارة عن أكثر أشكالها تطرفاً. تؤمن بفكرة، ربما أنتم عندكم حتى اللي مش مختص يتذكر بعض هذه الأشياء لما أذكرها، لما يجلس بوضعية المتربع يضع يعني عارفين كيف يضع رجليه، نفس هذا الشكل إذا واضح فيبدأ، يمكن مش واضح أبدا لأنه الإضاءة قوية، فيبدأ يتأمل ويتخيل أنه في قعر العمود الفقري في آخر شيء محل ما يجلس هناك كرة من الطاقة كامنة وخاملة. يبدأ هو يطلق هذه الطاقة عبر الترانيم، وعبر على فكرة اليوغا الاختصاصية المحترفة لا تكون عبارة عن جلسات عادية في ما يسمى استوديوز تبع اليوغا، لا لا، لازم أنت تبدأ بتقشفات وتقرأ نصوص وتمر بمراحل، طبعا يعني تصبح بودي في النهاية. فهناك عبارة عن أفعى تتخيله بذهنك كامن في هذه الكرة، لما أنت شوي شوي تترقى يبدأ بالتسلق على العمود الفقري عبر الشاكرات اللي هي عبارة عن مراكز الطاقة في ظهرك، إن شاء الله تكون الصورة واضحة، وصولا إلى دماغك، وهنا تصل إلى مرحلة النيرفانا، مرحلة الفناء، مرحلة الوحدة الوجود والاندماج بالطاقة الكونية. هم لا يؤمنون بإله كما قلنا، هو ليس إله خالق، هو وعي كوني، شيء انبثقت عنه المادة وانبثق عنه الكون إلى آخره، فأنت هنا تصل إليه وتندمج به. هناك فيديو نسيت والله ما حضرته الآن، مقطع لو بحثوا عنه على يوتيوب ستجدونه، أحد الجوروز، أحد معلمين هندوس يقول بالحرف وبالنص، أظن ستجدوه على نفس قناة الطاقة الكونية اسمها هكذا بالعربي، يقول بالنص اليوغا لا تجعلك تتشبه بالإله ولا تتصل بالإله، اليوغا يجعلك إلها، you'll be a god. هم أصلا لا يؤمنون بإله. أوشو أحد معلمي الهندوس المعروفين من رواد حركة العصر الجديد، كان هندي وعمل إمبراطورية في أمريكا ولوحق قضائيا حتى مات، هو نفسه في أحد المقابلات يسأله المذيع أمام جمهوره الذي يعبده، هل أنت إله؟ فطبعا هو يضحك، بعد يقول له ما في إله، ولا آخر الكلام الدبلوماسي اللي عنده، نحن نندمج بالإله وما في أصلا شيء اسمه إله، نحن نندمج بهذا الشيء الغامض ونصل إلى نفس قدرات الإله، وهذا هو أهم شيء. طيب أنا إيش الفكرة عندي الآن في اليوغا؟ الفكرة هي أنك أنت عبر الكونداليني أو أي شيء آخر تنظف، تتجرد، تخلص نفسك من الآلام، من الذكريات السيئة وكذا، تصل في النهاية ليس فقط إلى حالة نفسية إشراقية جيدة، تصل إلى مرحلة من الاتحاد كما قلنا بهذا الكائن العلوي، إلى مرحلة حتى تؤمن بأنك أنت صرت خارقا، وكل ما تسمعونه عن نظرية الجذب وعن نظريات التنمية البشرية اللي فيها شيء من هذا، من هذه الرائحة، تجدون فيه شيء مشابه. أنت تطلق العملاق الذي في داخل، أنت فيك أشياء وطاقات كامنة لا تعرفها، ونحن سنعرفك عليها كل ما ارتقيت في وعي. الذين دخلوا في هذه الفلسفات كونداليني تحديدا، ورأيت عدد فيديوهات لهؤلاء ممن مارسوا وانشقوا وعادوا إلى المسيحية، قالوا بالحرف هذه الأفعى التي تتدرج في أجسامنا كنا نشعر فيها كأنها موجودة فعلا، يعني مش خيال فقط، تشعر كأنه شيء داخلك يرفع حرارتك، يضطرب تنفسك، ثم تصل إلى مرحلة من النشوة التي تعادل تماما ما تأخذه، ما تحصل عليه عندما تتناول بعض المخدرات. فهناك آثار فيسيولوجية على جسمك، هذا لا يكون بمجرد الوهم، هذا دليل على أن هناك شيطان يدخل إلى أجسام هؤلاء ويتدرج فعلا كالحية على العمود الفقري حتى يصل إلى الدماغ ويعطيهم هذه الهدية، وهي الشعور بالاتحاد بهذا الكون وبالإله. إيش هدف الشيطان كما نعرف؟ منذ أن حرف أول فئة من البشر بعد آدم عليه السلام عن مسار الوحي، تضليل الناس، هدفه أن ينحرفوا عن عبادة الله. فهذه أقصر طريقة وأسهل طريقة، أنك أنت تصير مثل الإله أو تصير على الأقل إلها. تمام، طيب أنا أريت الرسالة الآن، فتذكروا معي ماذا كانت أول رسالة تضليل من إبليس إلى أول إنسان؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كل
فلسفة حركة العصر الجديد وكل من يؤمن باليوغا وكل من يمارس هذه العبادات وهذه الطقوس تجد فيهم مبدأ من المبادئ أنت كائن خالد. نفس الكلام بالحرف، أنت كائن لا يموت. حتى هو بيقول لك لا أنا بشوف حالي بموت، لا بيقول لك هذا عبارة عن مرحلة بعضهم يستعجلها أصلا، بعض الهندوس يدفن نفسه في الموت حتى يصل فورا إلى المرحلة التي هو ذاق شيئا منها عبر التأملات وحالة الخروج من الوعي. هو فعلا يذوق عبر الشياطين، يذوق حالة أروع بكثير من حالة النشوة التي يحصل عليها العفو منكم عند الجنس وحتى عند تناول المخدرات. والشيطان قادر على فعل هذا في الإنسان لو سلم نفسه له طبعا. هو يقنعهم في النهاية، لو سلمتم نفسي إلي، لو سلمتم أنفسكم إلي تسليما كاملا أنا سأحرركم التحرير المطلق والأبدي. بعضهم يستعجل الموت حتى يصل إلى هذا، يعني هو بعد ما يذوق النيرفانا في هذه الدنيا بده يصل إلى الخلود الأخير. عشان أطول بس عشان أطلع على نقطة أخرى، اليوغا الآن هل يجوز ممارستها في الإسلام؟ أنا أقول بالمقابل، هل تجد واحدا غير مسلم يقول لك أنا سأتلذذ بصلاة المسلمين؟ نحن لو بلغنا مرحلة من الخشوع، وهذا ما نجده في قصص السلف، يصلون إلى نفس مرحلة النيرفانا مع الفارق طبعا من خلال تقشفهم وزهدهم، طبعا ليس بنفس تقشف هؤلاء الهندوس، من خلال عبادتهم ومن خلال إخلاصهم وتجردهم لله. لا أقصد هنا الفناء الصوفي، أقصد الخشوع، وأقصد هنا السلف اللي كانوا على العقيدة السليمة فما في عندهم أي تفلسف. بالخشوع الكامل كان بعضهم يخرج تماما، يعني حواسه تتعطل. أحدهم انهدم ناحية من المسجد الذي كان يصلي فيه، كل الناس هربت وهو ظل قائما كالوتد، لأنه ما بيسمع ولا بيشوف، هو مع الله فقط. قصص كثيرة كهذه تسمعونها. هؤلاء وصلوا إلى مرحلة عالية من الخشوع، ولا أقول اتحاد بالله ولا فناء، وإنما الاتصال السليم بالله. السؤال هنا، هل أحد هؤلاء الكفار غير المسلمين يفكر بأن يفعل هذا؟ يقول لك أنا والله، أو حتى مش لأني عايز أصل إلى الفناء، عشان أصل فقط إلى مرحلة من تمطيط الجسم فأنا أركع وأسجد. لذلك نقول من يريد أن يصل إلى فوائد الرياضة الموجودة في اليوغا، وكما قلنا فيها فوائد رياضية وجسدية، هناك رياضة تسمى بيلاتس ممكن تمارسها بدون أي بعد روحي ولا فلسفي ولا دين ولا عقائدي، ولا تردد أوم، ولا تستمع إلى أصوات الأجراس، ولا كل هذا، ولا تفكر بأفكار كما قلنا عقائدية تخرب عليك دينك. طيب أنتقل الآن فورا، وعندي كلام كثير إن شاء الله ما أتأخر. قبل ما نصل إلى هنا، حركة العصر الجديد نشأت في، هي عبارة عن تطور لكل هذه الأديان، والتي كما قلنا أنا أتخيل وأتصور يعني شبه متيقن من أنها تطورت مع تطور البشرية، مع بدايات الوثنية كلها اللي هي الغنوصية الباطنية، تجمعت وتكثفت مع تشكل الحضارة الحديثة في أوروبا. في القرن 18 كانت هناك حركة موازية للعلمانية، للأسف هذه لا تدرس. كل الناس الآن تعتقد أن العلمانية اللي نشأت في العصر الحديث في أوروبا هي كلها قائمة على الإلحاد والتجرد وتقديس العلم والتجربة. بالتوازي مع هذه الحركة كانت هناك حركة لعبادة الشياطين والروحانيات الجديدة، والمفاجأة الكبرى والتي كتبتها أو وثقتها في مستقبل الخوف كتابي الأخير، تجدونه مجانا على موقعنا، في فصل سميته الخوف من الدجال، وفصل آخر الخوف من الشياطين والخوف من الشيطان. فأنا أرجح فكرة أن أصلا هذه الحضارة الحديثة التي نشأت في أوروبا كلها كانت عبارة أو جزء منها كان هدية من الشياطين التي تسللت عبر الجمعيات السرية من الصليب الوردي اللي هي تشكلت من بقايا فرسان الهيكل، ثم تشكلت أخيرا في القرن 18 باسم الماسونية. هؤلاء كلهم كانوا هم نفسهم الماسون اللي ظاهرهم علماني، هم نفسهم كانوا منخرطين في الجمعية الملكية البريطانية العلمية وفي كل الجمعيات والجامعات العلمية التي أسست المنهج العلمي الذي ندرسه في الجامعات اليوم، اللي خرجت منه النظريات اللي احنا عارفينها في الكيمياء والفيزياء والطب وغيره. هؤلاء ظاهرهم علم، وكل من تجدونه الآن في الجامعات وطبعا يؤمن بالعلم ويقدسه، ومعظمهم ملاحدة، لكن الأساس كان على يد الذين يعبدون الشياطين الذين يمارسون السحر والخيمياء. مش هطول، هذا مكتوب كله في كتاب. إذن حركة العصر الجديد في هذا الوقت نفسه اللي كما قلنا ظهرت العلمانية على يد هؤلاء، لكن هم أظهروا العلمانية كظاهر حتى، وهذا أنا أعتبره من خطط إبليس حتى يخرج الناس عن الاعتقاد بأي غيبيات،
بما فيها الإيمان بالشيطان نفسه، ولا يريد أن تؤمن لا بالله ولا بوجوده، وهذا يحقق له مصلحته طبعا. بنفس الوقت أيضا تمظهرت وتشكلت وتطورت جمعيات الروحانيات. بأواخر أو منتصف القرن التاسع عشر ظهرت عدة مدارس كبرى، عشان ما أطول بس، أهمها وآخرها خلينا نقول هو المدرسة أو الديانة أو العقيدة الثيوسوفية على يد ساحرة حرفيا روسية أو أوكرانية اسمها هيلينا بلافاتسكي. توفيت في آخر القرن التاسع عشر، يعني لم تدرك القرن العشرين. أي إذا بتقروا قصتها فقط على، إذا بدكم تقرأوا، مش عارف هي موجودة هنا، إذا قرأتوا قصتها على ويكيبيديا ستفاجئون بما يوثقه ويكيبيديا من ما يسمى معجزات. هي عبارة عن اتصال بالشياطين. أول كتاب ألفته كان اسمه، معلش خلينا نحكي عنها لاحقا، أنا أجلت موضوعها، بس خلينا نحكي على مقدمات حركة العصر الجديد، حكي عن بلافاتسكي لاحقا. فهذه المقدمات كلها كما قلت اختصرت وكثفت ولخصت وأخذت الزبدة من البوذية والغنوصية والطاوية وحتى القبالة اليهودية اللي هي أهم تشكلات هذه الغنوصيات، أخذتها كلها، وهي كلها تلخص بكلمة واحدة، الاتصال بإبليس والشياطين، اللي هو إحنا نفهمه على أنه سحر فقط، لكن هو أوسع من ذلك بكثير. أخذته ولخصته في ما يسمى الآن حركة العصر الجديد، التي ظهرت بهذا الاسم في ستينيات أو ستينات القرن العشرين، يعني تعتبر حركة حديثة. لماذا انتشرت بكثافة في هذه المرحلة؟ هي بعد الحرب العالمية الثانية صار في الشباب عندهم كفر بالحضارة الغربية، بعد ما شافوا الحربين اللي دمرت أوروبا وكادت تدمر أمريكا وتقريبا دمرت حتى آسيا ومعظم العالم، فكفروا بكل هذه الحضارة وبدأوا يفكرون بأننا يجب أن نفكر بشيء مختلف تماما. بعد ما كفروا بالمسيحية والأديان فصاروا يرفعوا شعارات اصنع الحب ولا تصنع الحرب، make love don't make war ولا آخره، أو love no war. من أهم أقطاب هؤلاء، من أهم تشكلات التطبيقات التي خرجت من حركة العصر الجديد، سأذكر لكم عدة، طبعا في تطبيقات كثيرة، من أهمها الماكروبيوتيك. أنا عندي معلومات كثيرة اليوم، مش عارف إذا شتتتكم معي، لكن بحاول أختصر عشان الوقت فبحكي بسرعة. هذا كتاب اسمه ماكروبيوتيك، مؤلفه ميشيو كوشي، كتاب شامل في الغذاء والرياضة بنظام الماكروبيوتيك. هو باختصار إيش هذا؟ هو عبارة عن الجانب الذي له علاقة بالصحة والغذاء من حركات العصر الجديد. أول 100 صفحة كله عبارة عن كلام جميل جدا عن تقديس الأكل النباتي، لانسبونا الناحية الطبية في أنه الأكل النباتي أصلا ضار. تحديدا في الصفحة 103 هنا بدأ الكلام عن الفلسفة. شوف بعد ما هو يعني أخذك 100 صفحة، هنا فصل واحد فقط تحدث فيه عن الين واليانغ، اللي هي عبارة عن التضاد الذي يحدث في العالم بين أمرين متضادين. شوفوا الكلام اللي بيقوله: مبدأ الين واليانغ هو الأساس الفلسفي الذي قامت عليه فكرة الماكروبيوتيك. السبيل لممارسة هذا المبدأ العالمي في الحياة اليومية يتمثل في تعاليم لاو تزو، هو مؤسس الطاوية، هو دين من الأديان، وكونفوشيوس مؤسس دين اسمه الكونفوشية في الصين، وبوذا وأنبياء الرسالات السماوية، يعني حتى الأنبياء الذين نؤمن بهم هؤلاء حتى يعني جعلهم في نفس المسار. وفهم هذا المبدأ البسيط ومعايشة قوانينه الأساسية هو أعظم سبيل نحو صحة مثلى وعمر مديد. الآن هو إيش فكرته؟ كل شيء تأكله من نبات أو حيوان أو أسماك أو كذا، كل هذه المأكولات يجب أن تضعها على سلم من السلالم، على سلم بين الين واليانغ. الين هو الشيء الحار واليانغ والبارد، هذا رطب وهذا مش عارف ايه، فبالاخر بيصنف لك يعني حتى مثلا الاكثر كثافه والاقل دسامه هو الاقرب لليانغ. باختصار يعني كل شيء انت تاكله يجب ان تضعه على جدول، مش عارف اذا واضح عندكم، مقسوم الى اربعه اقسام. وكلام مضحك، مثلا في الوسط عشان تتحقق التوازن ياتي البقول والقمح والذره، كل ما ابتعدت انت عن تقاطع الين واليانغ تاتي الى السكر والفواكه ثم البيض والدواجن، هذه كلها تعتبر مواد ضاره. فأنت إذا أخذتها أو أكلتها، هم طبعا نباتيين، لكن إذا أكلت أسماك فهذا أفضل لأنه هو أقرب للتوازن. إذا أكلت لحم البقر فهذا مشكلة، إذا ابتعدت أكثر وأكلت لحوم الطيور فهذه مشكلة أكبر، ابتعدت أنت عن التوازن، فلازم تقرب. أبسط رد على هؤلاء أنه فكرة العناصر الأربعة التي كان يؤمن بها هؤلاء من 4000 السنين، أن هناك الكون كله مشكل من 4 عناصر اللي هي الماء والهواء والتراب والنار، هذه الفكرة خرافة. الآن نحن منذ أكثر من 100 سنة تقريبا
نعلم أن الكون والطبيعة مكونة من 118 عنصر، اللي هي العناصر الكيميائية اللي احنا عارفينها، كل اللي دارسين كيمياء بيعرفوا الجدول الدوري. فالماء نفسه مكون من هيدروجين وأكسجين، هو عبارة عن جزيء مركب من ذرات، وليس هو عبارة عن عنصر واحد تتشكل من أشياء أخرى. هم لحد الآن يؤمنون بأنك أنت تتشكل، أنت جسمك والكون والطبيعة كله يتشكل بخلطة من هذه العناصر الأربعة فقط، وكلما غلب عنصر على آخر فخرجت لنا مكونات أخرى، وأنت تمرض عندما يختل عندك الأخلاط الأربعة التي لها علاقة بالعناصر الأربعة. للأسف الطب الإسلامي نفسه في مرحلة ما كان متأثر بهذه الأفكار على يد جالينوس وغيره، فأيضا هذا جانب كان خاطئ في الفلسفة العربية والطب الإسلامي، اللي هو يعني مش إسلامي إسلامي لكن يعني اللي نشأ في الحضارة الإسلامية. الخلاصة لحد الآن في ناس تؤمن بهذا الكلام، لحد الآن في الغرب نفسه في مدارس وأطباء يمارسون الميكروبيوتيك. المفاجأة وين؟ المفاجأة يا أصحابي أنه ستيف جوبز من أهم عباقرة هذا العصر، مؤسس الأبل، للمفروض يكون هو من أهم المؤمنين بالعلم والمقدسين للتجربة، هو نفسه لما أصيب بالسرطان قال للأطباء رجعوني على بيتي سأتعالج بالميكروبيوتيك، وكان حتى كانت إصابته بالسرطان قابلة جدا للعلاج، ما كانت خطيرة. علاجه بالميكروبيوتيك مش بس ما عالجه، هو أضر به كثيرا وسرع بالسرطان حتى ما عاد في وسيلة في النهاية لإنقاذه، ومات بسرعة، مات هو بعمر ليس كبيرا. وأنا يعني حتى قرأت في عدة أبحاث صدرت، على الأقل أنا شفت واحد يتساءل هل كان الميكروبيوتيك مسؤولا عن قتل ستيف جوبز. طيب أنتقل الآن إلى الديانتكس وسينتولوجي. هنا ذا الصورة واضحة عندكم، هذه شخصية اسمها رون هابرد، هذا الموقع الشخصي تبعه، هو كان كاتب لقصص بريطاني، يكتب قصص خيال علمي. في الخمسينات كان جالس على طرف مسبح مع أحد أصدقائه بعد الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات، فدخل بتحدي مع صديقه، هل تتحداني أني أخترع دين جديد وأحصل منه على $1,000,000؟ تخيلوا هذا التحدي السخيف. هذه الفكرة تطورت على يديه لاحقا، وفعلا طورها وحصل على ملايين الدولارات. رون هابرد مؤلف هذا الكتاب ديانتكس، هذا كان أول كتاب ألفه، شوف مضخمه 500 صفحة، شوف الصورة اللي عليه، صورة بركان. أنت لو قرأت الكتاب كله ما في شيء عن البركة. ولو اشتريت مع أنا هذا على فكرة الكتاب، يعني اشتريته قبل تقريبا 10 سنوات، كان في كل معارض الكتب العربية تجد جناح كامل لرون هابرد، فيه أكثر من 100 رواية لرواياته القديمة، وأيضا كتب الديانتكس. بعدين سمعت أن بعض الدول العربية بالخليج انتبهت لهذه الكارثة وأغلقت أو منعت حضور هذا الشخص. أنا مش عايز أطول، هذا نفسه الفيلم اللي كان يباع لما كان في شيء اسمه CDs، هلا الحمد لله ما عاد في CDs. كيفية استخدام الديانتكس هي عبارة عن إيش؟ خرافة. أنا مش عارف الوقت إذا كان بيسمح أطول كثيرا. هو بيقول إيش؟ إنه الخرافة طبعا هذه لا يكشفها إلا بعد ما أنت تتدرج في خرافته هذا، ويعني بعد ما يصل واحد إلى أعلى درجات يكشفه السر. فإيش بيقول؟ بيقول إن هذا البركان كان في كائنات فضائية تعيش في كوكب آخر، قائدهم اللي هو اسمه جنرال مش عارف إيش أرسلهم في مركبة فضائية للأرض، فلما نزلوا في الأرض نزلوا في هذا البركان في هواي فاحترقوا، خرجت أرواحهم وأرواحهم تطوف في العالم، في قصة مش عارف مش يعني أخذ في تفاصيلها، هذه الأرواح دخلت في أجسادنا، فنحن البشر عبارة عن أرواح لكائنات فضائية ماتت في هذا البركان ودخلت فينا. المطلوب منا الآن حتى نتخلص من ذكرياتنا السيئة أن نتخلص من آثار هذه الأشياء. وهنا أنت بتشتري هذا CDs، ومعك هنا كيفية استخدام الديانتكس، هتلاقي طباعة فاخرة، هتتفاجأ أن هذه الكتب الكتاب كله $20، السيديات مع الدليل مع كله يعني يمكن أقل من $20 نسيت السعر، فطباعة فاخرة ملونة، طبعا هذا حيكون ملون مش هذا، لكن طباعة فاخرة جدا. وابتكر نظام نفسي كامل للعلاج النفسي عشان يقنعك ويقنع ملايين البشر بأنك أنت عشان تتخلص من مشاكلك، طبعا عنده مصطلحات خاصة فيه، هي إنجرامز، هذا اللي بيدخل في جسمك لازم عشان تتخلص منه تجلس مع واحد في جلسة مش عارف إيش بسميها، واللي معك اللي حيعالجك هو اسمه أوديتور، وأنت اسمك بريكلير يمكن، في يعني قاموس كامل لهذا العلم الذي أسسه بين قوسين. لما كل العالم في أمريكا قال إنه هذه خرافة وسقطت تقريبا من عيون الناس، طورها بمرحلة أعلى وأسس شيء اسمه الساينتولوجي، وهذه مش عايز أخوض فيها الآن لأنه موضوع طويل. لو دخلت على الموقع هنا عدة مواقع تابعة له، منها ديناتكس منها دين الساينتولوجي. دين الساينتولوجي هو
Church of Scientology عشان ما هم المفروض يكونوا ملحدين يعني، لكن يقال عشان يغطوا الجانب الروحي لبعض الناس اللي مش عايزين يكونوا بعيدين، وبنفس الوقت عشان يتهربوا من الضرائب في أمريكا فسموا أنفسهم دين وصار عنده دين الساينتولوجي، والذي يؤمن به الكثير من النجوم على رأسهم توم كروز وجون ترافولتا في نجوم آخرين، لكن هؤلاء من الصف الأول في هوليوود. تخيلوا من الذي يؤمن بهذه الخرافات؟ كل العلماء في أمريكا قالوا ما الذي تفعله؟ الجهاز اللي هو اخترعه عشان أنت تمسك بالقطبين، في واحد قدامك اسمه أوديتور قاعد بيجلس معك عشان يسوي معك جلسة التنظيف هذه، إنه بيخليك تحكي زي يعني جلسة ترميم إيحائي، وبيرجعك للماضي وبيدخلك بأشياء وبيقولك تحكي وكذا، والآن انسى والآن أدخل وبرمج عقلك على أشياء معينة. في قطبين أنت ماسكهم موصولين بجهاز، وهذا الجهاز له عداد، فطول ما أنت عم تمارس بتلاقي العداد بيتحرك. هم اقنعوا الناس فعلا أن هذا علمي، هم أجبروا القضاء الأمريكي أجبر هؤلاء عندما تبيع هذا الجهاز أن تكتب عليه كما يكتب على علب السجائر أن السجائر مضرة بالصحة، أجبروهم على أن يكتبوا على هذا الجهاز أنه عبارة عن خرافة. وحتى الآن ما زالوا يبيعون هذا الجهاز وما زال في ناس تؤمن بهم، لأنه كما قلنا مجتمع فاضي. زي جون ترافولتا أنا شفت له مقابلة بيقول نعم أنا أؤمن بالساينتولوجي وهي التي ساعدتني، لأني تركت الكاثوليكية لأنه المسيحية كلها لا تساعدني، فالساينتولوجي تساعدني على أن يعني أن أتخلص من تبعات الشهرة الكبيرة وأعبائها النفسية وإلى آخر. طيب هذا ما يتعلق بالساينتولوجي، مش عايز أطول كثيرا، لكن حأخذكم إلى مقابلة. هذه بنت أخ قائد الكنيسة اللي هو عينه هابرت، كان اسمه ديفيد ميسكوفيتش. هذا جزء من مقابلة قصيرة مش حد أوريكم ما كله. بنت أخوه هي بتقولكم كيف لما دخلت الساينتولوجي تحكي لهم بعض الأسرار المهمة. هذه مقابلة إذاعية طويلة بس هذا مقطع من دقيقة ونصف، بتقول من أهم الأسرار، طبعا هي جمعية سرية زي الماسونية وأنا أعتقد أنها متصلة بالماسونية لأنه هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعا في العالم. هم هؤلاء عندهم طريقة جدا خبيثة حتى يمارسها أيضا الصهاينة في أمريكا، هم بدهم يروجوا لكتاب حتى يعني يصل إلى درجة الأكثر مبيعا في الجرائد، لأنه نيويورك تايمز مثلا كل فترة بتطالع قائمة الأكثر مبيعا وكذا. ما إيش بيعملوا؟ بيروحوا على المكتبات المشهورة، بيوزعوا أصدقائهم وأعوانهم، بيقول لهم روحوا اسألوا في كل المكتبات في نيويورك عن الكتاب الفلاني، بيكون كتاب ما له أي قيمة. لما كل المكتبات بيجيها بنفس اليوم 1000 واحد بيسألوا إنه هل عندك الكتاب الفلاني، هو بيصير بيطلب من الناشر إنه أعطيني، فبيروح بيتخزن عنده، بعدين شوي شوي بيصير بروجوله، بعدين بينتشر وبيصير فعلا أكثر مبيعا. هذه البنت اللي اسمها جينا ميسكوفيتش تحكي لك إنه كيف لما أنت تتدرج شوي شوي وبيصيروا بيعطوك طبعا زي الماسونية تماما، بيعطوك الأسرار واحدة واحدة، آخر شيء بوصلوك لفكرة البركان. قصة البركان هذه مش معترف فيها ولا تجدوها في المراجع الرسمية ولا في هذا الكتاب اللي هو 600 صفحة، ستجدونها فقط في الذين انشقوا عنهم وأخبرهم. هاي بنت أخوه وهي اللي اعترفت. أنا ممكن إن شاء الله عندي خطة أني أعمل سلسلة عن الكالتس اللي هي الطوائف المغلقة، ومنها الساينتولوجي من أهمها، اللي هم أنا يعني بعتبرهم شيء مدمج ما بين الأديان والجمعيات السرية، فالدخول لها سري، ويعني عندنا يشبهها تقريبا بعض الطرق الصوفية المغالية اللي بيكون فيها رأس طائفة متعصب جدا ومنغلق على نفسه ويستعبد أتباعه، بيخليهم يدفعوا له فلوس وغالبا بيصير في استغلال جنسي لهم. قصة طويلة، ممكن لو قرأتوا عن الكالتس ستجدون كثير من التفاصيل لكن ليست لها علاقة بموضوعنا، لكن في كثير من حركات العصر الجديد مخترقة من قبل الكالتس. طيب الآن بدي أخذكم إلى حديث مفصل عن التواصل مع الشياطين. في عندنا شخصية اسمها إيستر هيكس الآن عمرها تقريبا 75 سنة، كاتبة أمريكية تدرجت مثل كل هؤلاء النجوم شوي شوي بتقرأ عن الحركات العصر الجديد إلى أن بدأت تتصل بهم. أنا شفت لها مقابلات صادمة بكل معنى الكلمة. هنا نقطة مهمة، نحن في الإسلام لما نقرأ عن السحرة وحتى لما تشوف ساحر منشق، أيضا في مقابلات مع ساحر سوداني وساحر يمني في هذا العصر موجودين على اليوتيوب، عملوا مقابلات، المشايخ عملوا معهم مقابلات، صاروا الآن هم إسلاميين طبعا، يحكوا لك كيف دخلوا السحر، كيف تعاملوا مع الجن من أول مرة، وكيف لما انشقوا كانت تهديدات لهم، كيف بعضهم قتل أبنائهم. الدخول في عالم السحر ليس كالخروج منه، أو الخروج ليس كالدخول، صعب جدا. هؤلاء عندهم طريقة مختلفة، لذلك الكثير من شيوخنا، وهذا بدي أجله لآخر الحديث، مش عارفين يتعاملوا مع السحر، مش عارفين يتعاملوا مع حركة العصر الجديد، أنا ليست موجودة في كتبنا. هذه طريقة مختلفة تماما للسحر، وكلها تعامل مع الشياطين شخصيا، وبعضهم يصل للتعامل مع إبليس.
وهذه من خطط إبليس أصلي لتضليل البشر. إستر هيكس تحكي لك بالضبط كيف لما كتبت كتابها الأول كيف قامت. أنا شفتها بالمقابلة بالتفصيل. أول شيء كيف الشيطان لما يدخل في جسمها، هي لا تؤمن بالشياطين، هي تؤمن بأنه في كائن اسمه أبراهام. وحتى لو دخلتوا على موقع اسمه هيكس أبراهام أو أبراهام هيكس وقرأتوا إيش هو أبراهام، مش حتلاقوا تفصيل. هو عبارة عن كائن الذكاء الذكاء إيش بتقول يا ربي، الذكاء اللامتناهي، وأنت يجب أن تندمج فيه حتى تفهم. حتى بتقول لك في آخر الكلام هذا أنتوا اكتبوا أبراهام هيكس حتلاقوا فيه كل التفاصيل، من هو هوز أبراهام، حتلاقوا التفاصيل. آخر شيء بيقول لك أنت جرب أيضا وتعال أدخل معنا، ولازم تدفع طبعا، هم أكيد التجار بنفس الوقت، لكن عندهم طبعا مصالح لتضليل البشر مش بس فلوس، وليسوا دجالين، هي نقطة مهمة، ليست خزعبلات، حقائق. فهي بتحكي لك بالقصة كيف لما كانت نايمة في أحد الأيام بعد ما تعرفت على أبراهام، وهي نايمة كيف دخل في جسمها وكيف صار يعطيها حالة من النشوة الرائعة. يعني لاحظوا هنا إحنا بنحكي على امرأة، إحنا النساء عندنا لما بتحكي لهم عن الجن والشياطين بيموتوا من الخوف، وأنا نفسي أخاف، لكن هؤلاء لما يتواصلوا مع الشياطين يتواصلوا مع كائنات بيشوفوهم أحيانا في عيونهم بعيونهم أو أحيانا في النوم بأجمل صورة، ما بيحكي لهم إحنا شياطين، إحنا أرواح جاية تنقذكم، جاية نعطيكم الوعي والاستنارة. بكل جلسات التأمل طبعا بالتدريج هم داخلين بهذا الجو العالم كله، من البداية بيدخلوا معهم بحالة من النشوة أجمل كما قلت لكم من الحالة. على فكرة هون بقول لك أنه ستحصل عليها كما تحصل على نفس النشوة الجنسية، لكن هذه نشوة أكبر، والشيطان قادر على منحك هذا، كما هو قادر على الوسوسة، وكما قادر في السحر عبر السحر على أن يرى المسحور مثلا زوجته كالشيطان أو كالوحش، وهذا معروف في السحر عندنا. أيضا الشيطان لما يدخل في أجسام هؤلاء قادر على أن يعطيهم حالة النشوة. فبتقول لك في هذه الجلسة ما كانت هي نايمة وبدأ يدخل عليها، أعطاها حالة من الحماس أنه قومي الآن، بيعطيها كلام تسمع. قامت ووضعت يديها على الكيبورد وبدأت تكتب، بتقول لك أنا سلمت أصابعي له، كتب أنا أبراهام والآن سنبدأ بالكتابة معا، وألف معها كتاب كامل. الكتب التي تباع في الأسواق واسمها مكتوب عليه، مكتوب أنها ألفته مع أبراهام. تخيلوا أنت بتقرأ الآن كتاب مطبوع على الورق موجود في الأسواق ومطبوع باللغة الإنجليزية في عالم الحضارة الأمريكية، والمؤلف هو شيطان ومعترف بذلك، لكن هم لا يقولوا كلمة ديمونز، لا يقول كلمة شيطان، إلا هو عبارة عن روح. في موقع تاني اسمه سيث من الستينات كان يقول بالحرف أيضا أنك تخلق واقعك لأنك إله، ولو دخلت معنا بنفس الطريقة ستتواصل مع هذا الكائن اللي مش عارف إيش كان اسمه، اسمه سيث، بس الموقع اسمه سيث، بس هو الكائن اللي هو اسمه آخر نسيت إيش هو، وبتواصل مع كاتب اسمه جين روبرتس، الآن توفيت على حسب علمي. شخصية ثانية مشهورة أظن بعضكم سمع بها واشتهرت كثيرا بمرحلة الكورونا، هو مجنون أو يظهر على أنه مجنون، ديفيد آيك أو آيكي، الآن عمره تقريبا 60 سنة أو أكثر. هذا كان لاعب كرة قدم فشل على حسب ما فهمت، ثم صار معلق رياضي وفشل أيضا في بريطانيا، كان في بي بي سي، وبعدين دخل في حركة العصر الجديد وبدأ يقرأ، وبنفس الوقت كان هو الناطق باسم حزب الخضر وحزب البيئة. وعلى فكرة كثير من حركات الخضر والبيئة لها علاقة بحركات العصر الجديد، ليس كلهم، بعضهم أو يعني على الأقل في تقاطع. بالنهاية مع دخوله بحركة العصر الجديد في مقابلة بسنة 91 على البي بي سي على الهواء كانت صادمة وتاريخية وحتجدوها على اليوتيوب، بيسألوا المذيع أنه أنت إيش بيصير معك، فقال له بريطانيا ستأتيها كوارث وتدمر، يعني بدأ يعني يحكي لك إيش حيصير في المستقبل عن كوارث لأنه صار عنده استبصار، وبدأ يقول أنا ابن الله بنفس المقابلة، وكل الجمهور صار يضحك عليه، فهو صار يقول للجمهور نعم الضحك يساعدكم على الخروج من الحالة السلبية. فالمذيع قال له هم بيضحكوا عليك مش بيضحك، قال لهم بيضحكوا عليك وليس بيضحكوا معك. الفكرة باختصار، وبعدين بيقول لك أنه صار منبوذ من كل المجتمع فاعتزل وبدأ يؤلف كتبه. أنا قرأت له كتاب مترجم اسمه السر الأكبر، Biggest Secret، يقول فيه أن هناك كائنات فضائية الأنوناكي. هاي فكرة أول من وضع هذه النظرية واحد اسمه زكريا سيتشن أمريكي توفي، هو يعني استنتجها من بعض المنحوتات في بابل، أنه كان في كوكب بعيد، مش عايز أدخل يعني تفاصيل كثيرة، المهم أنه في أنوناكي نزلوا إلينا، وهؤلاء هم الكائنات الفضائية اللي كانوا يعتبروا من زمان كائنات مقدسة اسمها أنوناكي، لكن القدماء في بابل ما كانوا عارفين إيش هي، سموها أنوناكي ولها قدرات خارقة،
ما هي التي وضعت سر الحياة في حياتنا وفي أجسامنا، فنحن نعبدها وهي صعدت إلى السماء وسنستعيدها يوما ما. اللي جاءوا بعدين العلمانيين زكريا سيتشن وفي جماعة إذا بدكم مثلا سلسلة وثائقية 150 حلقة كانت عرضها قناة History 2 H2 الأمريكية اسمها Ancient Aliens الفضائيون القدماء، فيها كثير من الأشياء العجيبة لكن لا أسميها خرافات وإنما فعلا في شياطين توجههم. هم يؤمنون فعلا بأنه كيف في كائنات فضائية نزلت في عصور ما وهي التي عمرت كل المعابد والأهرام وإلى آخره وهي التي وضعت هذه المعرفة الخارقة وحان وقت عودتهم ونحن الآن ننتظرهم. نفس الكلام هذا هو الذي ينطبق مع ما نؤمن به من عودة المسيح الدجال. هؤلاء هم الذين يؤهلون البشرية لاستقبال الدجال الذي سيكون عبارة عن كائن فضائي لما يخرج وسيكون معه الكثير من الشياطين اللي حيتشكلوا في أشكال الكائنات الفضائية. تذكروا معي أول ما أرجيتكم فيلم الجورو اللي كانوا يتواصلوا مع كائنات فضائية عبر الوعي بيعطوهم بعض المعلومات في ذهنهم وبالفعل بيتواصلوا معهم، بالفعل هم بيتأملوا وبالفعل بتجيهم معلومات، مش عبارة عن أوهام، لا بالفعل بيجيهم معلومات ويجيهم حقائق وبيعطوهم بعض التعليمات وبيعطوهم بعض النصائح وبيعطوهم شعور بالنشوة. هذا كله عبارة عن اتصال بكائنات شيطانية، ثم لا يؤمنون بالشياطين كما قلنا فبيعتبروها كائنات فضائية. ديفيد آيك ماذا قال؟ قال أن هناك عبارة عن كائنات، هو طبعا لا يؤمن بالشياطين، هو يعني شبه لا ديني، يعني أقرب للإلحاد أو أقرب يعني للمادية، فلا يؤمن بالشياطين والغيبيات، ولكن هي عبارة عن كائنات فضائية نزلت في أيام البابليين وما زالت حتى الآن تعيش تحت الأرض. وهؤلاء يشبهون الزواحف ريبتيليانز ويتشكلون، أجسادهم تتشكل. نفس الكلام يشبه ما نفهمه وما نؤمن به من تشكل الجن. هذا يدل على أنهم فعلا هؤلاء يرون بأعينهم كائنات تتشكل، كائن يشبه الحية وبيرجع بيصير بعدين يشبه الإنسان. ديفيد آيك يؤمن بأنه كلينتون، هيلاري وبيل كلينتون من هذه الكائنات، ويؤمن بأن كل الرؤساء الأمريكيين تقريبا كانوا من هؤلاء، ويؤمن بأن بعض رؤساء أمريكا عفوا بعض رؤساء بريطانيا وحتى الملكة البريطانية نفسها مع أنها مقدسة في بريطانيا وهذا سبب له متاعب، وبعض رؤساء الوزراء في كندا وفي غيرها أنه من هؤلاء. هم أصلا بتشوفهم على التلفزيون بشكلهم البشري لكن يرجعوا على بيوتهم بصيروا زواحف. طبعا هذا كلام يثير كثير من السخرية، لذلك هو بتخفي بيظهر كل مرة على مسرح بين أتباعه وبيعمل شو ضخم وكذا وفي له أتباع بالملايين، لكن في النهاية أنا أؤمن بأن ما يراه هو بعينه فعلا أو ما يقوله يراه بعينه أو على الأقل يزرعونه في ذهنه، يراه في حالة اللاوعي. مش عايز أطول لكن في كتابه نفسه يحكي لك كيف لما بدأ يتأمل كان بياخذ مخدرات، فهي كمان من الأمور المهمة عشان يصل إلى مرحلة الوعي. هيلينا بلافاتسكي اللي حدثتكم عنها سابقا أيضا من يتواصلون مع الشياطين، هذه كانت ساحرة بكل معنى الكلمة، هي أهم السحرة والشامانات وأقطاب العصر الجديد في هذا العصر. توفيت عام 1895 تقريبا، وهي مؤسسة حركة أو ديانة الثيوسوفيا كما قلت، والتي خرجت منها صديقتها وتلميذتها أليس بايلي، والتي أسست جمعية لوسيفر تراست. لوسيفر يعني إبليس، وبلافاتسكي كانت تنشر مجلة اسمها لوسيفر بهذا الاسم الصريح، وحسب علمي ما زالت حتى الآن تنشر ربما على الانترنت. أليس بايلي اللي أسست لوسيفر تراست لما صار في عليها كلام كثير غيرت الاسم إلى لوسي تراست، ولها موقع ابحثوا عنه حتجدوه وحتلاقوا كيف عاملة شراكة. لوسي تراست عاملة شراكة مع الأمم المتحدة تحديدا، والكثير من مطبوعات الأمم المتحدة تطبع لدى لوسي تراست، وبرنامج سفراء النوايا الحسنة اللي فيه الكثير من نجوم هوليود أيضا يخرج عن طريق لوسي تراست. لاحظوا التقاطع. بلافاتسكي ألفت أحد كتبها الأوائل، أول كتاب لها كان اسمه شيء عن إزيس، نسيت الاسم الآن، اسم الكتاب حياة إزيس يمكن والله نسيت. مهم ألفت هذا الكتاب صديقها أو شريكها الأمريكي اللي هي هاجرت من روسيا لأمريكا وطافت في العالم وتعلمت على يد الهندوس وكل أصحاب العقائد الباطنية، ألفت هذا الكتاب بحالة من اللاوعي. صديقها بيقول هذا الكلام إن هو شايفها هي كانت بحالة من اللاوعي ويديها بتتحرك وتكتب، وهي اعترفت بذلك. بعده ألفت كتابها الثاني وهو الأشهر والأهم والمطبوع، يمكنكم أن تحصلوا عليه، مطبوع ويباع، اسمه العقيدة السرية. كشفت فيه العقائد السرية للماسونية وكل هذه الحركات.
هذا ممكن يطرح السؤال ليش كشفوا؟ طبعا هم لا يؤمنون يعني الماسونية بتتبرر، لكن احنا عارفين اللي دارسين هذه واللي انشقوا على الماسونية عارفين انه هذا هو نفسه ديانة الثيوصوفية، هي نفسها ديانة او عقيدة الماسونية التي لا تكشف الا لمن يصل الى الدرجة 32 و33 تحديدا كما يقال. من اهم مبادئ العقيدة السرية انهم يعبدون الهين، ادوناي هو الاله المذكور في التوراة هو الخالق، واللوسيفر. باختصار عشان ما نطول، الله أو الخالق اللي احنا نؤمن فيه هو أدوناي، هو نفسه خالق، هو خالق الكون، هذا معترفين فيه، وهو الذي خلق لوسيفر. لوسيفر تمرد على هذا الخالق فهم بمجدوه لأنه بطل وتمرد على خالقه، ووصل إلى مرحلة أنهم بيعتبروا أصلاً، هذه نقطة مهمة جداً، أنه الخالق قاصر، هي نقطة جداً مهمة عشان نفهمها. يعني هي القضية تبدأ من فهمهم لصفات الإله، هو إله ناقص وقاصر، ليس محيط وسميع وبصير ومهيمن وقادر إلى آخره، لا، في عنده نقص ولا يعرف كل شيء، وعالم العالم السفلي وعالم جهنم لا يصل إليه الإله ولا يتحكم فيه، لذلك في عالم منفصل تماما. فلوسيفر الإله الآخر اللي كان ملاك ساقط لما عصى الإله صار ملك لهذا العالم السفلي اللي هو الجهنم، وفيه عالم آخر، عالم ضخم جدا مش عارف كم يأخذ من مساحة الكون، وهو يحكمه لوحده. والمفارقة العجيبة هنا، هم يؤمنون بأن هذا الإله الثاني صار أكثر قدرة من الإله الذي خلقه، لأنه تمرد عليه ولأنه خرج من ملكوته. هم ما بيفهموا أنه هذا الإله الأول هو الذي أخرجه برضاه وأمهله إلى يوم يبعثون كما نحن نؤمن كمسلمين، لا، يؤمنوا أنه خرج عن إرادته أيضا وتمرد عليه وأنه سيحميهم، فهم يعبدونه ليحصلوا أولا على الملذات التي لا يريدها أدوناي. نحن حرمنا أنفسنا كمسلمين مثلا، وحتى المسيحيين وغيرهم يحرموا أنفسنا من ملذات، هم لا، بيمارسوا كل ما يريدونه. طبعا كل السحرة وهؤلاء هم أكثر الناس تمتعا بكل الشهوات القذرة، بكل ما تتخيلونه. وفوق ذلك هو في الآخرة سيحميهم، ولما يموتوا سيذهبون إليه. أنا حاسس إن طولت. طيب الأستاذ، إذا بدك تقلي إنه تأخرنا أعطيني الرسالة. طيب أنا سأخرج من التواصل، في واحد اسمه بنجامين كريم كمان كان يحكي أنه بيتواصل مع مايتيريا. مايتيريا هو عبارة عن مصطلح موجود في البوذية، هو المخلص الذي سيأتي في آخر الزمان، هو غالبا المسيح الدجال. بنجامين كريم كان بيقول أنه المسيح الدجال هذا اللي هو مايتيريا، طبعا هو لا يؤمن بالدجال ولا بالمسيح، سيخرج في آخر الزمان، وسيخرج في الثمانينات، ثم قال في التسعينات ومات ولم يخرج. فهذا يعني أنهم فعلا بعضهم بيتواصل مع شياطين والشياطين تضللهم. يعني خلاص خلصنا، أنا في عندي كلام كتير لسه، كان بدي أحكي لكم عن بعض المدربين العرب اللي للأسف هم دخلوا في هذا المجال، على رأسهم إبراهيم الفقي اللي أنا بحثت عنه، هو مؤسس مثلا لو دخلتوا على مجموعته حتى لو المركز الكندي للتنمية البشرية، المركز الكندي للبرمجة العصبية، أنا ما بحثت عن هذه الأسماء كلها، عبارة عن أخذ رخصة، أنتوا بكندا اللي عنده إقامة في كندا حيعرف المعلومة، بيومين تاخذ رخصه لاي مشروع وبتحط عنوان بيتك وبتحط اي اسم وخلاص صار عندك شركه. لما دخلت وبحثت، عنوان بيته هو عنوان الشركات العالميه المسلمه، وبناته الثلاثه هم المدراء، المعلومه موثقه على الانترنت، هو عامل شيء اسمه المجموعه الشركات العالميه، وكان يروح بقى للدول العربيه ويبيعهم الكلام. يعني عايز يفهم اكثر ابحثوا عن فيلم وثائقي انتجته الجزيره الوثائقيه عن سيره حياه هذا الرجل باسم بائع الكلام، انا اتمنى لو سموه بائع الوهم أو بائع الضلال، للأسف حتى الآن في ناس تعتبره معلم. طيب إذا معنا 5 دقائق خلينا نشوف على السريع. الآن حكينا عن إبراهيم الفقي، صلاح الراشد من أهم شياطين الإنس في رأيي، اللي قدم نفسه لنا في البداية على أنه معه ماجستير في الشريعة الإسلامية، وأنا كنت من المغترين به وبالفقه حتى في بداية تأثري بهذه الخرافات. يمكن مش واضحة الصورة عندكم، هي إحدى دوراته مسميها علامة الشرق لاوزو. لاوزو مؤسس الديانة الطاوية، يعتبره علامة الشرق، بيعطي دورات، وهذا الكتاب نفسه يباع ب100 ريال. طيب هذا مش عايز أذكر اسمه، يعني هذا الأول 2 مشهورين، مش عايز أذكر أسماء الآخرين. هذا مدرب يعيش في المغرب، إذا الصورة واضحة كل اللي حواليه الآن إذا شايفينه متحجبات للأسف، لأنه الكثير من الإسلاميين هم أكثر الناس تقررا، والنساء أكثر الضحايا من هؤلاء، ليس لأنه المرأة ناقصة، لكن أكثر النساء اهتماما بتطوير الذات، وأكثرهم اهتماما بالتربية وبالأطفال، وأكثرهم أيضا فهما للعواطف واهتماما بالنفس البشرية أكثر من الرجال، فلذلك أكثرهم ضحايا. هذا الشخص
لو صورة واضحة حتعرفوه، هو أكثرهم نقدا لحركة العصر الجديد. لو دخلتوا على موقعه حتلاقي مقالات كثيرة ودروس وفيديوهات، بتحس إنه شيخ. بعدين تشوف دوراته كلها حركة عصر جديد، بيعمل تأمل بالطاقة الروحانية ونورانية لأسماء الله الحسنى. يعني حتى التصوف ما كان في إله هذه التخريفات. هذا الشخص يمكن بعضكم عارفينه، أنا كان بدي أرجيكم بعض المقاطع بس ما في وقت. يزعم أنه دكتور، لما بحثنا عنه طلع دارس فقط علم نفس وأخذ الدكتوراه تبعه من University of Sedona أو سيدونيا أو سيدونا عفوا، زي إبراهيم الفقي تماما. الفقي كان بيقول لك أنا أخذ دكتوراه بالميتافيزيقي. أنا صديقي أخذ رخصة لمركز تدريبي أخذها بيومين، والآن هو نفسه قادر يبيع دكتوراه لأي واحد. دكتوراه ممكن يطبع لك إياها، ممكن أنت تروح يعني ترخصها أو توثقها، لكن ما اسمها دكتوراه من جامعة معترف فيها. يعني الجامعات الأمريكية أو النظام في أمريكا وكندا ما عنده مانع أنك أنت تبيع شهادات بهذه الطريقة وتسميها دكتوراه، وهي الدكتوراه مدتها سنة. يعني أنت بتعمل رسالة فعلا، مش كلام فاضي، مش دكتوراه فخرية زي ما صاحبنا بيبيعها. هؤلاء بتعمل عندهم رسالة وكل شيء، لكن بيش بحركة العصر الجديد شوفوا كله شاكرات وكلام فاضي، وكلها تواصل مع شياطين. وبالأخير حتى ليست جامعة، ما في أي جامعة في الغرب تعطي شهادات بالميتافيزيكس ولا بالباراسيكولوجي ولا بكل هذا. لكن هذا الشخص اللي شفته صورته قبل قليل يقدم نفسه على أنه ناقد للدين، بيدقد البخاري ومسلم مش عارف إيه، وينكر وجود السحر مع أنه أكثر الناس تواصلاً بالشياطين، وبيزعم أيضاً أنه أسلم هذه الخرافات. طيب هذا واحد كمان مش عايز أذكر اسمه، عامل مقطع مسميه من هو الشيطان. بحكي لك بالحرف بهذا المقطع كيف أنه كان جالس في أيرلندا أو اسكتلندا بحالة من التأمل في الطبيعة، وفجأة في هذا المقطع تحديد اللي هو اسمه من هو الشيطان، اللي عنده أكثر من مليون متابع على قناته، معظمهم أيضا نساء للأسف. وبداية المقطع بقول لك إذا أنت عندك مشكلة في العقائد فلا تسمعني، واسمع من هنا وأرمي من هنا. بعدين بقول لك أنا كنت جالس في الطبيعة وبتأمل، فوصلت فورا لحالة من الاستنارة والوعي وبدأت أفهم من هو الشيطان. حالة اتصال بالشياطين واضحة تماما. الشيطان هنا بدأ يعطيه فكرة أن الشيطان اللي أنت مؤمن فيه أو مؤمن فيه الأديان ليس الشيطان الذي أنا أريدك أن تقتنع به. هو نفسه هذا الشخص. أنا كنت عايز أسمعكم بعض المقاطع من كلامه. هنا محاضرة طويلة أكثر من ساعة، ساعة وثلث، عن مبادئ الخيمياء. أنا فوجئت بصراحة، الخيمياء معروفة من آلاف السنين وتحديدا في التاريخ الإسلامي. الخيمياء هي السحر، هي دمج السحر بالكيمياء، سحر مطلق. في هذه المحاضرة يطول أكثر من ساعة بحكيت لا 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 أنتم مش فاهمين الخيمياء، ما لها علاقة بالسحر ولا بتحويل الرصاص إلى ذهب ولا إلى آخره. الخيمياء هي أنك تفهم التكوين، وببدأ بيدخلك فيها علم النفس والخرافات. أنا مش عارف إيش شهادته، حاولت أفهم إيش دراسته، لكن لا أظن أنه عنده أي شيء له علاقة بالطب ولا بعلم النفس. نفس الشخصية عامل دورة في الأردن قبل سنتين، 290 دينار لكل شخص وللقادة فقط، وبدوا الناس اللي معهم فلوس أكثر عشان يعلمهم كيف يوقظوا. هو يريد حلم هذا الشخص وإيقاظ البشرية لروح الحقيقة من داخلهم، لخلق كوكب ملهم للتعبير الصادق عن الذات. طريقته هي تحميل الكودات النجمية حتى تطور نفسك. لو في وقت كان فصلنا أكثر بمعنى هذا الكلام. هذه دكتورة سعودية حصلت على درجة الشرف في الدكتوراه من كلية التفسير وعلوم القرآن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معقل السلفيين النجديين، كانت معهم وحصلت على الدكتوراه منهم في القرآن والتفسير، ودرست في الجامعة ثم خلعت الحجاب وهاجرت إلى أمريكا وصارت من دعاة حركة العصر الجديد. وعندها هذا الموقع اللي قاعدة بتبيع فيه استشارات. لو دخلت على الاستشارات بتبيعك كيف تطور ذاتك وكيف تعالج نفسك. هي لا درست علم نفس ولا درست طب ولا بتعرف شيء من كل هذا، حتى الدكتوراه تبعها، لأنه كل هؤلاء عندهم هم أنه يكتب حرف الدال قبلها. إيش دخل التفسير حتى لو ما شقيت عن القرآن؟ إيش دخل بكل هذا الكلام؟ في مقابلة معها هنا، مش ما في وقت أورجيكم إياها، لو عايزين حدوروا عليها حتلاقوها، تحكي لك أنه كيف خلعت الحجاب. وهي مش ضد الإسلام ولا شقت عن الإسلام الحمد لله، لكن ما عاد يتناسب مع أفكارها، مع الفتنة الجديدة اللي صارت فيها الآن. للأسف هي نفسها الآن بتبيع ألبوم على السيديات، وأنا وجدته على اليوتيوب، من أسخف ما يكون. مفروض أنت تدفع فلوس عشان تسمع هذا الكلام. وكتبي ودفاتري
وأدواتي وأملاكي وأشاهد خسائر المادية. الفكرة أنك أنت تسمع كلام، طبعا هو شرح لهذا اللي هو اسمه الألبوم الخروج من الباب الخلفي، أنك تسمع بعض الموسيقى الروحانية لها علاقة، طبعا هي مأخوذة من الموسيقى الهندوسية والبوذية، وتسمع تأملاتها. أنا الآن سأعيش في حالة من السلام، أتجول في غرفتي وأطلق الحب على كل محتويات الغرفة، أخرج منها وأطلق الحب على أفراد عائلتي، أخرج من بيتي الآن وأنا الآن سأعيش هذا اليوم في سلام، سأفعل وأفعل وأفعل. نفس كلام التنمية البشرية. أنا نسيت لما كنت بحكي عشان السرعة، الديناتكس لما صار منها سيانتولوجي انشقت عنها أو خرجت منها شيء اسمه الأكسس بارز. واحد اسمه غاري دوغلاس أظن في التسعينات الثمانينات انشق عن كنيسة السيانتولوجي، قصة طويلة لها تفاصيل، حاول يأخذ الزبدة من عندهم ويؤسس دين جديد ومذهب جديد. احفظوا كلمة الأكسس بارز. الآن صار في للأسف مراكز تعليم وتطوير وعلاج في الدول العربية كلها تمارس الأكسس بارز، نفس الخرافة. غاري دوغلاس قال بالحرف أنه كان في أرواح تتواصل معه هي اللي أعطته أفكار الأكسس بارز. النتائج والتطبيقات أنه هو بيعطيك العلاج اللي هو يشبه الديناتكس، بس بوضع أصابع على الرؤوس لما واحد عايز يعالجك يضع أصابعه وبيبلش يتأمل وأنت تتأمل معه وإلى آخر الخلطة هاي. لو تشوفها مش هتحس أنه في مشكلة، تلامسات وكلام وكذا. الفلسفة الأساسية اللي لازم تؤمن فيها قبل ما تأخذ هالموضوع هو أنك تؤمن بأنك خالد وأنك إله، وبعدين شوي شوي حتفهم أنه في أرواح في الموضوع وفي النهاية كلها شياطين. وهذا اللي خرج منه على فكرة الأكسس بارز، هو اللي خرجت منه الـ NLP، البرمجة اللغوية العصبية اللي قلت لكم أنا نفسي كنت مؤمن فيها وعملت فيها دورة ممارس على الأقل. شخصية أيضا كثير من الناس بيبعثوا لي رسائل بيسألوني عنه. أول ما أسس قناته راح أعمل للأسف مقابلة مع الدكتور نضال قسومة عشان يسأله عن علاقة الدين بالعلم. أنا أظن الدكتور نضال ما كان عارف إيش توجه هذا الشخص، هو كانت قناته جديدة، للأسف أكل المقلب. هذا الشخص نفسه راح عمل طور قناته لاحقاً، وهي آخر شيء أنا آخر شيء حنختم الآن. لو شفتوا هذا المقطع اللي اسمه رسالة من عالم البديل، كلام واضح تماماً عن حركة العصر الجديد. على الأرض رحم الكواكب وتتعلم التجوال عبر النجوم. تم زرع بذور الحياة على كوكبكم منذ مليارات السنين. كأنه الآن هو ناطق باسم الكائنات الفضائية، احنا زرعنا الحياة على كوكبكم والآن حان الوقت لتصلوا إلى مرحلة من الوعي حتى تفهموا الرسالة المطلوبة منكم، وحان الآن الوقت حتى نخرجكم من هذا الكوكب اللي كله دمار وكله حروب ونأخذكم إلينا. عشرات أفلام هوليوود الآن تصب بنفس الكلام. في فيلم اسمه ويسبررز يمكن نيكولاس كيج، الأطفال بيجيهم وحي، بيجيهم هيك همسات في أذنهم أنه في كارثة تحل بالكوكب وإحنا اخترناكم كم واحد. نفس الكلام، وكل حركة العصر الجديد تؤمن بهذا الكلام. هم صلاح الراشد يقنع تلاميذه بهذا الكلام، وصلتني تسريبات كثيرة أنه أنتوا هذول الناس اللي حواليكم وأهلكم وكل الناس اللي تؤمن بالأديان وهذا، هؤلاء كلهم مش فاهمين وفي عندهم اختبار لمستوى الوعي ومقاييس الوعي. إحنا اللي حنصل معكم إلى درجة من الوعي اللي حتقدر تخلصكم من كل هذا، فأنتوا ارتقوا بوعيكم إلى أن تصل مرحلة التحرر اللي هي إيش؟ هي خروج الدجال، واللي سيخرج معه إبليس، معه الشياطين اللي هم على شكل كائنات فضائية، وهم جايين عشان يحررونا. لذلك أول من سيتبع الدجال هم كل من يؤمن بحركات العصر الجديد، ومنهم كثير من المسلمين. طيب، أنا في عندي كلام عن تحديات الدعوة، أنا مضطر أني أحكي عنها، سامحوني حتى لو أخذت من وقت الأسئلة، وهذا أهم شيء بدي أحكي اليوم، واللي هي خلاصة كلامنا، واللي أنا يعني المفروض تكون هي رسالتي الآن عن هذه الندوة باعتبارها هي ندوة أو مؤتمر عن تحديات الدعوة. للأسف يا أخوتي، كلامي الآن موجه للدعاء. الكثير من مشايخنا الآن كل علمهم في هذا الموضوع يقتصر على التراث. لما بعضهم أنا وجدت محاضرات لكبار المشايخ ما بدي يحكي عن الباطنية وحركة العصر الجديد يرجع فورا إلى كتبه، ما يجد إلا كتب ابن تيمية بتحكي عن الباطنية، هو يبحث عن كلمة الباطنية. فعندك كتاب فتاوى ابن تيمية وكتاب فضائح الباطنية للغزالي وتهافت الفلاسفة للغزالي، هؤلاء أهم من تحدث. كانوا بيحكوا عن مين؟ عن الإسماعيلية والدروز والباطنية اللي كانت في عصرهم.
وهذا صحيح، وهذه الطوائف ما زالت موجودة، لكن ما نتحدث عنه اليوم حركة العصر الجديد مختلفة تماما. والسحر اللي كان موجود سابقا واللي كان يعالج بطرق ما زالت مطبقة لليوم، وما زال السحر نفسه موجود إلى اليوم، هذا السحر له اليوم أشكال مختلفة لم تكن موجودة سابقا لا في كتب التراث ولا في نصوص الوحي. فإحنا لازم نفهم الآن هذه التطورات الجديدة. الكثير من هؤلاء للأسف المشايخ بيحكي لك الإبر الصينية خزعبلات، اللي بتقوله إيستر هيكس خزعبلات، هي بتحكي لك أنه جاء عليها وحي وروح وكذا، مش خزعبلات يا أخي، هذه روح اتصلت بها، لكن ليست روح معلمها ولا الماسترز اللي هي مفكرتهم بشر أو كائنات فضائية. هؤلاء هم الشياطين، الشياطين اللي عندهم خطة، خطة إبليس اللي قاعد بيخطط من آلاف السنين حتى يصل إلى هذه المرحلة تمهيدا لخروج الدجال. والمفروض إحنا في هذا العصر أوعى الناس بهذه المشكلة وبهذه المؤامرة. قد يخرج في عصرنا، أنا أستبعد في عصرنا هذا، لكن قريبا جدا والله أعلم. فللأسف عندنا يعني اللي عنده ميول عقائدية من المشايخ بيرجع كما قلنا لكتب التراث، اللي عنده اهتمام بالسحر وبقراءة الرقية يقتصر فقط على الطرق التقليدية، وربما حتى يصل بعضهم إلى التطرف، فكل حتى المرضى النفسيين بيعتبرهم ممسوسين، هذا ليس بالضرورة. بعض المشايخ اللي عندهم اهتمامات علمية بالفيزياء والكيمياء وبالطب بيعتبروا كل هذا خزعبلات، وبينكروا أشياء كثيرة لها علاقة بالسحر، ولا ينكر لا ينكر يعني السحر نفسه، لكن كل ما يتعلق بروحانيات العصر الجديد بيعتبرها خزعبلات أكاديمية. فعلا هناك دجالين، نعم هي نقطة مهمة، يعني حتى فيلم الجورو هذا اللي شفناه في الأول بعضهم دجالين بيعتبروا أنفسهم بيتواصلوا مع الفضائيين، هم ناس بيسترزقوا عامل قناة وبيسترزق منها، ولا بيتواصل لا مع فضائيين ولا مع جن. لكن القادة زي الشامان هذا الأسود، لا هذا قائد وبيحكي معهم، أنا شفت الفيلم يعني شفت المقطع اللي بيحكي مع الجن، وفي وحدة قدامه عارضة الأزياء هاي اللي بتنهار نفسيا وبترجف وبتتعرق وبعدين بتقوم بحالة من النشوة، هذا مش تمثيل ولا وهم، ما له أي تفسير في علم الطب، هذا تواصل مع شياطين. فرجاء يجب أن نفهم ويجب أن يتثقف الكثير من الدعاء بهذا الأمر. أتمنى رسالتي الأخيرة تثقف بمقارنة الأديان، نفهم تماما تاريخ الهندوسية والبوذية والغنوصية والباطنيات القديمة، آلاف الكتب ومعظمها بالإنجليزي ترجمات قليلة يجب أن تقرأ، فهم عميق للسحر وكل ما كتب عن السحر في تاريخنا. وللأسف أيضا فيه كثير من الأساطير لأنه الرواية لم تنقد بشكل كافي كما تنتقد الأحاديث، يفهم طبعا النصوص، نصوص الوحي وكل هذه الأمور ضرورية جدا. بعد كل هذا أيضا يفهم فيزياء الكم ويفهم النظرية النسبية. أنا مثلا قرأت مؤخرا ترجمات كانت مقموعة لفيزياء الأثير لدى تسلا اللي كان متمرد على فيزياء الكم وأينشتاين، أيضا لديه بعض التفسيرات التي كان مهتمين فيها البوذيين. سوامي فيفاكانندا كان صديق لتسلا العالم المشهور اللي سميت الآن سيارة تسلا على اسمه، احنا نعتقد انه الان هو كان مثل اينشتاين مؤمن فقط بالماده، هو كان مؤمن بالروحانيات وكان يحاول ان يفسر الروحانيات الباطنيه لصديقه فيفاكانندا البوذي المشهور جدا عن طريق الفيزياء وفيزياء الكم وفيزياء الرياضيات. موضوع طويل وبده تفاصيل كثيره، انصح اخيرا فقط بقراءه كتابي بالمجان، ليس دعايه تجاريه، كتابي مستقبل الخوف موجود مجانا على الانترنت على موقعنا السبيل، حملوه واقرؤوه وتواصلوا معي إن شئتم. وشكرا لاستماعكم، استقبل الان الاسئله. الله يجزيكم خير، جزاكم الله خير. طيب استاذ هاشم الاسئله وين حتجينا؟ يلا استاذ انا مش حقدر اشوف الشاشه الموبايل، حشوفها هنا لو سمحت تنسخ لي الاسئله على تليجرام. ايوه طيب. لحد الان ما جاني اي سؤال. طيب انا ايش اعمل؟ طيب انا اذا بدي اسمع الصوت حشيل المايك و يعني مشكله. طيب جزاك الله خيرا استاذ احمد، ربما الاسئله هنا على الخانه الدردشه فاظن هذا يعني بطريقه ستكون اسهل. في سؤال استاذ احمد عن الكتب، اظن جاوبت حضرتك الكتاب الذي تنصح به حول ما ذكرت، في اضافه الى كتاب حضرتكم؟
إضافة على الكتاب ولا كتاب آخر تقصد؟ كتاب آخر، ولا الكتاب يكفي للمبتدئ؟ لا، في هالموضوع أنا ما كتبت غير هذا الكتاب اللي لخصت. بس لوين بلاقي لو سمحت؟ كيف بدي أطلع؟ ما شاء الله أسئلة كثر يعني، إذا بتحبوا أنا ننتقل إنه سريع. خلص أقرأها لو سمحت أنا بجاوب، بس هيك صوتي واضح؟ لا واضح تمام ممتاز. طيب تفضل. طيب أستاذ أحمد، في سؤال لافت إنه كثير من الجيل الحالي يشاهد الأنمي، كثير من الأفكار ذكرتها حضرتك موجودة، هل هذا مقصود؟ وما نصيحتك للأهل وللشباب اليوم؟ قد سألت عن كبير. أنا احتمال إنه يعني بعد أسبوع المفروض أقدم محاضرة بنفس الموضوع إلا إذا انشغلت، ولا أدري إذا حنشغل عن نفس الموضوع تماماً، حركة العصر الجديد في الأنيميشن، أفلام الأنمي وفي هوليوود. في كتب في هذا الموضوع، وفي على فكرة نسيت أقول هالمعلومة، المسيحيين سابقين بمراحل في قضية رصد ما ينشر من الإلوميناتي والماسونية وحركة العصر الجديد في الأفلام وفي الكتب في كل شيء. كما قلت إحنا مشايخنا متأخرين جدا، لكن هم راصدين وبيردوا عليهم ومبدعين في هذا الموضوع. فاللي عايز يبحث في اليوتيوب حيلاقي مقاطع رهيبة. الأنمي تحديدا من أهم منابر حركة العصر الجديد، وزرع هذه الخرافات كلها في الأطفال. ولاحظ على فكرة كل برامج الأطفال والهاري بوتر والروايات اللي موجهة للأطفال كلها مليانة عن السحر والشياطين. مش عارف هل ممكن تكون صدفة؟ واضح أنه رسالة وغيرها كثير طبعا. نعم. طيب أستاذنا، كثير الأسئلة تكررت، هل تنصح الحضور بالبحث حول هذه الموضوعات أو الاكتفاء بالإطلال العلمي المعرفي العامة؟ لا، ما أنصح بالبحث. يعني أنا أحلت إلى ما وضعناه في موقعنا اللي هي ثقافة عامة، في كتاب اسمه حركة العصر الجديد للدكتورة فوز كردي، رسالة دكتوراه، في دكتورة أخرى اسمها هيفاء الرشيد، هما دكتورتين سعوديتين خصصوا في موضوع حركة العصر الجديد، هما كتابان رائعان في الموضوع. أعتقد هذا كافي، ما أتخيل يعني حيفيد كثير، لأنه أخاف أنه بعض الناس تفوت من باب الفضول ويصيبها بعض يعني زي ما أصابني في مرحلة ما بعض الاهتمام في الموضوع، قد يجرب. يعني هي للأسف هي أمور مغرية جدا، لما واحد يقنعك أنك أنت ستصبح قريبا من الإله إن لم تكن إله، وعندك قدرات خارقة وتحرك الأشياء بالبصر وتحرك الأشياء بدون لمس، شيء مغري جدا خصوصا للمراهقين. فأنا ما أنصح أبدا من الاقتراب من هذه. جزاك الله خيرا. طيب أستاذنا، تقول واحدة من الحضور كون حضرتك مررت بتجربة التنمية البشرية، ما هو الحد الفاصل بين ممارسة بعض المضامين المعرفية التي ممكن أن تفيد وبين الغوص في هذا العالم الذي سيؤدي للإيمان ربما بالغنوصية أو بهذه يعني هذا المنزلق هذا المستقبل؟ والله بعد ما خرجت منه كان دخولي أصلا دخول بسيط يعني، بس ما عدت أثق بأي أحد منهم، حتى المغرر بهم والبسطاء منهم والضعفاء واللي ما لهم علاقة أصلا بالخرافات والمؤمنين واللي بيصلوا وكذا، معظمهم على فكرة هكذا يعني، بعضهم بيحاول يؤسلم هذه عن جهل، يعني باب من أبواب الشياطين، والأمر الإلهي لا تتبعوا خطوات الشيطان زي ما قلت. يعني هو بالبداية يعني على كل سبيل من سبل الشيطان هناك شيطان يدعو إليه، من أجابهم قذفوه في جهنم. فإحنا ليش ندخل وليش نقترب؟ التنمية البشرية فيها كثير من الحق، كثير من علم النفس، أو تأثر على الأقل هي في النهاية تصنف كعلم زائف مش مثبت علميا، لكن فيها أشياء كثيرة فعلا تطبق بالتربية وبالتعليم وبأمور تفيدك في الإدارة وفي تزكية نفسك إلى حد ما صحيح، لكن كل من يدخل في هذا المجال سيعرض نفسه لمشاكل أخرى كثيرة. فأنا ما أنصح أبدا أي أحد غير مختص لا أنه يبحث لا عن الحد الفاصل ولا يقنع نفسه بأنه الحكمة ضالت المؤمن فأبحث عنها في كل شيء، ليس هذا هو المقصود بهذا النص، ولا يقحم نفسه في أشياء قد لا يعلم إلا بعد سنوات أنها قد لا سمح الله تأخذه إلى الشياطين والسحر. جزاك الله خيرا. طيب أستاذنا، كثير من الإخوة من الدعاة أو حتى من المهتمين يقولون هل هناك نصائح عامة لنتحصن من هذه الدعوة أو من هذا السيلان القادم؟ ذكرتم حضرتكم الأنمي، ذكرتم الأفلام الهوليودية، ذكرتم الكتب، في إطار عام نستطيع التحصن من خلاله؟ في نقطة مهمة جدا، أعتقد بداية الانحراف هي بقلة الثقة يعني قلة اعتزاز المسلم بنفسه وبدينه وبالقرآن. طبعا في شيء مبرر إلى حد ما لما الشاب الصغير يعني والفتاة ينبهر بهذا الإعلام الطاغي وبهوليوود وبأشياء جميلة جدا تأتيه من الخارج، وحتى بالبرامج التربوية على طريقة
من رأيتهم قبل قليل من هؤلاء المدربين، لكلامهم جدا مقنع وكلامهم جدا لذيذ، مع أنه بالنسبة لي مستفز، لكن بالنسبة للشباب قد يكون مغري. بالمقابل ما في للأسف بديل إسلامي بنفس الطريقة. لكن أنا يجب أن أوضح هنا أنه ليس مطلوبا من المسلمين دائما أن يقدموا بدائل في كل شيء. يعني القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام ما قدم بدائل في كل شيء كانت موجودة في أيام قريش، ما قدم لهم مثلا نوادي للشعر ولا مجالس له وطرب وموسيقى مثلا، لا، هو بديله كان مختلف تماما، هو كنا نسميها جلسات العبادة اللي هي صلاة الجماعة مثلا في المساجد، شيء مختلف تماما وتجربة روحانية مختلفة. فالذي يتلذذ بهذا النوع من العبادة الروحانية وملء الفراغ الروحاني لن يحتاج، من يقرأ القرآن وعنده يعني كم هائل من العلوم الشرعية إذا انشغل فيها يعني يمضي عمره ولن يقطع حتى إلا أبسط الأشواط منها. يعني الخلاصة باختصار برأيي، ما يقترب من كل هذه الأمور، من يجد في نفسه يعني هوى أو شيء من محبة هذه الأمور والاقتراب منها، يبحث قدر الإمكان عن بديل إسلامي يكون مقبول، وكل ما ابتعد حيكون أحسن. باختصار شديد. أكرمك الله، جزاك الله خيرا أستاذ أحمد على هذه المعلومات الغزيرة المهمة، والتي فعلا تضيء كثير من النقاط، والتي تستدعي كذلك أمر المزيد من المعرفة من الدعاة والمهتمين والعاملين بهذا الحقل. هل تودون أن تختموا الكلمة أو المحاضرة بتوجيه أو بكلمة أو برسالة؟ أولا الله يجزيكم الخير على إتاحة الفرصة لنا وللإخوة يطلع على هذا الموضوع. رسالتي الأخيرة موجهة للدعاة فقط، رجاء مرة أخرى أقول من لم يخوض في يعني من لم يختص في هذا الأمر ويقرأ عنه بشكل كافي ويفهم الجوانب المختلفة التي قلتها، فأتمنى أن لا يخوض وأن لا يفتي ويقول لك هذه خزعبلات وهذه كذا وهذه كذا، موضوع جدا معقد وجدا متشعب ويحتاج لكثير من التفاصيل. ومرة أخرى للإخوة اللي غير مختصين، لا أنصحهم أبدا بالاقتراب من هذه الأمور، لا أنصحهم بالبحث عن الفيديوهات، أنا نصحتهم اللي بده يطلع فقط، لكن ما أنصحه بالخوض في تفاصيل أخرى أو يتابع قنوات المدربين اللي تحدثنا عنهم، وخصوصا من يحترف أنهم يعني أخذوا من الشياطين، فشياطين الإنس ليسوا أقل مهارة من هؤلاء. من يحترف التحدث بأساليب مقنعة وبأسلوب جدا مع الموسيقى طبعا، ومع يعني تعرف هؤلاء أصلا هم بيدربوا على الإلقاء وعلى الإدارة، فمحترفين في كل هالأمور وعارفين خفايا النفس. فرجاء يعني ما أحد يضيع وقته مع كل هؤلاء، وسيوجد إن شاء الله بديل إسلامي وعلمي أفضل من كل هذا. أكرمك الله تعالى. ربما في سؤال يعني يستدعي الإجابة لأنه تكرر، موضوع قانون الجذب، هذا كمان من ضمن هذه البوتقة؟ جدا. أنا ذكرت كمثال إستر هيكس كانت ضيفة في برنامج في فيلم الوثائقي The Secret، اللي هو يعني هو كان الفيلم الذي انبثق عن الكتاب المشهور للكاتبة الأسترالية النظرية. باختصار هي نفس الفكرة، وحدة الوجود، ما في خالق، أنت إله والكون والإله وأنت شيء واحد، لما الذبذبات اللي في دماغك تتوافق مع ذبذبات الكون يحدث هذا الجذب. أي خلاصة النظرية، فأنت بتفكر بدك تحصل على مرسيدس وبتعرف تضبط موجاتك زي الراديو تقريبا، مع موجة المرسيدس ستأتيك المرسيدس. هاي خلاصتها، يعني عجيب هذه الموجات. وبالفعل جزاك الله خيرا استاذنا على هذا يعني هذا التطواف المؤقت، ونحن فعلا بحاجه ان نستزيد حول هذه المواضيع، التحديات كبرى. انا ممن شاهد بعض الانميات التي تحدثت عنها، بالفعل كثير من الاسماء التي ذكرتها موجوده كاسماء شخصيات، كاسماء حركات او قوى خارقه، وربما تزرع في شبابنا او في اطفالنا كثير من المفاهيم التي تستدعي الإجابة وتستدعي من مختص حضرتك أن نتعلم منها. أكرر شكري لحضرتكم على يعني تجشمتم هذا العناء، وأشكركم جزيل الشكر باسمي وباسم الإخوة في المنتدى للتعريف بالإسلام، ونلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى بمحاضرة قادمة. وأشكر كذلك أمر الحضور الكريم على تفاعله الرائع، وعلى يعني ما شاء الله على يعني البقاء طيلة هذا الوقت. اليوم ما شاء الله كان حضور نحو 200 حاضر في زوم، وربما المئات في الفيسبوك والمنصات الأخرى. وأذكر الحضور الكريم بمحاضرتنا في الغد مع الداعية المميز الأستاذ عبد الله الأندلسي، وأذكركم أيضا بمفاجأة المؤتمر التي ستكون خاتمة فعالياته المباركة يوم الأحد في 28 من الشهر الجاري تحت عنوان رحلة مميزة للإسلام. أجدد الشكر والامتنان الجزيلين العظيمين الكبيرين لضيفنا الأستاذ العزيز
الداعية الأستاذ أحمد الذي أنا استفدت بالفعل من المحاضرة، واستفدت أيضا عندما قمشت حوله بعض المعطيات، وما شاء الله سيرة ذاتية حافلة. فلك الشكر الجزيل الأستاذ الكريم، وأجدد الشكر لحضراتكم إخوة وأخوات، ونلقاكم إن شاء الله في الأيام القادمة من المؤتمر وفي أنشطة قادمة أيضا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.